عشان يتحول الاتوبيس بتاعه. هاتونا الاسبوع وصلت موضوع الستونز ده جزئيات. موضوع الستونز عبارة عن باثولوجي موضوع الستونز عبارة عن جزء باثولوجي جزء كلينيكال بيتشر انفستيجيشن وجزء تري وجزء تري. الجزئية الباثولوجي سهلة لان احنا خدناها قبل كده في الجول ستون وفي كل حاجة. يعني انا ما اقولك مثلا مبادئ كده. الستونز عادة اسيمتوماتيك. الجول بلادر ستونز عادة اسيمتوماتيك. اليورينر ستونز عادة اسيمتوماتيك. السليفر ستونز عادة اسيمتوماتيك. ولو حصوة فيهم عملت عرض فالعرض هيبقى بين. مبادئ بسيطة كلكم عارفينها. مثلا 20% من الناس عندها يورينري ستونز. 20% دي نسبة كبيرة قوي، يعني كل خمسة قاعدين فيهم واحد عنده يورينري ستونز، والنسبة دي مش حقيقية لو على أرض الواقع. يعني ده لأن الواحد بيعمل ستون ويعديها من غير ما يحس. يعني احنا بنعمل ستونز ونعديها من غير ما نحس. طب مين بيجي له ستونز أكتر؟ الناس اللي في الدول الحارة عن أوروبا، لأن الناس اللي في الدول الحارة بتعرق فالبول بتاعها مركز. طب مين بيجي له ستونز اكتر؟ الرجاله اكتر من الستات. اشمعنى؟ لان الرجاله هي اللي بتخرج كتير وبتلعب كوره وبتعرق كتير وبتاع، فمع العرق الكتير البول بيبقى مركز، فالرجاله يجي لها ستونز عن ايه؟ الستات. طيب هو ايه البري ديسبوزنج فاكتور لتكوين ستونز؟ هو الستون بتتكون ازاي وانت تفهم البري ديسبوزنج فاكتور. لو سألتك أي ستون بتتكون إزاي؟ هتقول لي برايمري وسكندري. مفيش مشاورة ولا إيه؟ هو ازاي الستونز بتتعمل؟ دايما بنقول كده برايمري وسكندري. يعني ايه سكندري ستون؟ يعني انفكشن. انفكشن عمل ايه؟ عمل نيدس وراح مغير البي اتش. فلما غير البي اتش عمل ترسيب وبقت لامينيت. دي الحصوه اللي خدناها في الجول ستون، ودي الحصوه اللي خدناها سليفري، ودي الحصوه اللي بناخدها يورينري. يعني اللي فيه انفكشن، فالانفكشن عمل نيدس. النيدس ده بيبقى غالبا بصل او بكتيريا، وحصل عليها ترسيب نتيجه تغيير في ايه؟ في البي اتش. واضح ولا؟ اذا احنا هنحط الانفكشن بري ديسبوزنج فاكتور. امال يعني ايه برايمري ستون؟ برايمري ستون يا اولاد يعني ميتابوليك ايرور. برايمري ستون يعني ميتابوليك ايرور، يعني مشكله في تكوين البول، في مكونات البول. يعني مثلا اقول لكم مثال عشان اقرب. هو البايل كان مكون من كوليسترول
وبيليروبين اللي هو البايل بيجمنت وبايل سولتس. وبعدين اتفقنا لو حد جاله هايبر كوليستروليميا الكوليسترول هيتفرز في البايل بكتير، فالعيان يجيله كوليسترول ستون لان حصل خلل في مكونات البايل. لو العيان جاله هيموليتيك انيميا فالبيليروبين بيزيد في البايل فيعمل بيجمنت ستون. فمين يعني برايمري ستون يعني ايه؟ يعني مش انفكشن، يعني ميتابوليك ايرور. طب وانا لو جيت احلل لك جول هلاقي عندك ايه؟ يعني مثلا ايه ممكن نسال كده، انت امبارح فطرت ايه؟ سمك. هو السمك كويس، لكن يعني افرض ان الواد ده قال لي مثلا فطرت بط ومحشي، هحلله النهارده الاقي ايه؟ هلاقي يوريت، هلاقي يوريت في البول. يعني لو كان مثلا حمام بط محشي لو حللت له النهارده هلاقي يوريت ستور، هلاقي يوريت كريستالز. طب المشكله بقى ان اليوريات تعلى قوي، اليوريا تعلى قوي، اليوريات كريستال تعلى قوي، انتوا بتعملوا حاجه اسمها يوريت ايه؟ ستون. ده خلل في مكونات البول. ممكن مثلا اساله انت امبارح اكلت ايه؟ يقول لي اكلت سبانخ مسبكه بقى، كانت جميله ومسبكه. وقلت له طب انت بلعت بايه؟ قال لي سبانخ مسبكه وبلعت بفراوله ومانجا. أمانة النهارده لو حللت له الاقي ايه؟ يقوم ممكن بقى الاوكسالات تعلى عنده شويه في البول، تقوم عامله له اوكسالات ستون. ده ميتابوليك ايرور، ده ميتابوليك ايرور، ده يعني اختلاف في مكونات البول. فاهمين يا ولاد؟ ولان الاوكسالات دي بتبقى كالسيوم اوكسالات، كالسيوم اوكسالات، فانا ممكن اقول لك البريز سبوزنج فاكتور للستون انفكشن او سبانخ وطماطم وفراوله ومانجا عشان اوكسالات، او ان واحد عنده هايبر كالسيميا لانها بتبقى كالسيوم اوكسالات. يعني فهايبر كالسيميا دي اسباب كتير قوي بقى، هايبر كالسيميا دي هايبر باراثايرويديز وبون ميتاستس وساركيدوزيس ومالتيبل مايلوما وبرولونجد ريكامبنسي وكومبالسيف ميلك درينكينج وميلك الكالي سندروم وهارد ووتر. وقلت لكم يعني هارد ووتر ده اللي هو الماء العسر اللي هو مياه الابار. احنا لو سحبنا ميه من البير، الميه اللي في البير دي بيبقى فيها كالسيوم كتير. اكتر ناس بيعتمدوا يا اولاد على مياه الابار الناس اللي في الصحراء، عشان كده تلاقوا الناس اللي هم في ضواحي مرسى مطروح والناس اللي عايشين في الصحراء عندهم ستونز كتير، لانهم بيدبوا ماسوره في الارض ويطلعوا من مياه الابار ويشربوا. مياه الابار دي يقولوا عليها هارد ووتر، الماء العسر، لان مليانه كالسيوم فبتزود نسبه الكالسيوم شويه. يعني لو قلت لك مثلا كالسيوم اوكسالات، تقوم كاتب بري ديسبوزنج فاكتور يزود الكالسيوم وبري ديسبوزنج فاكتور يزود ايه؟ الاوكسالات. طب لو قلت لك بط حمام، تقوم تقول لي بط كبده مخ، تقوم معامل يوريك اسيد وعامل يوريت ستور. كل ده يعني بصراحه جوه جوه منظومه سهله وما فيهاش مشاكل. احيانا بقى يحصل امبورن ايرور في السيستاين ميتابوليزم، فالبني ادم ما عرفش يستخدم السيستاين، يقوم يخلص منه فين؟ في البول، فيبدا السيستاين يعلى في البول، يقوم يعمل حاجه اسمها السيستاين ايه؟ ستون. فاهمين يا ولاد؟ بس كل ده مش محتاج انفكشن. وكأني عايز اقول ان الستونز يا برايمري يا ايه؟ يا سكندري. سكندري ديو تو انفكشن، برايمري دي ميتابوليك ايرور. ميتابوليك ايرور ادى الى تغيير مكونات البول، يعني فعلي الاوكسالات او علي الكالسيوم او علي اليوريت او علي السيستاين، فراح مرسب وعامل ايه؟ وعامل ستونز. فاهمين يا ولاد؟ اقول لك طيب ايه انواع الستونز؟ تقوم تقول لي نفتح جدول. هيبقى فيه اوكسالات، جدول اربع خانات كده، اوكسالات، يوريت، سيستين، فوسفين. وبعدين اخلف واحده في كل حاجه، يعني مثلا الاوكسالات ستون دي الوحيده اللي سبايكي.
طبعا اول ما اقول انها عامله زي الانفد سبايكي كده الطالب بيفهم على طول انها تعمل وجع جامد وهيماتوريا جامده. لان ممكن الحصوه دي نشيلها من العيان اللي عليها بلاد كلوتس. اليوريت ستون الوحيده اللي ريدي لوسي يعني الاوكسالات سبايك، الباقي كله ناعم، الباقي كله ناعم. اليوريت ستون الوحيده اللي ريدي لوسي، الباقي كله ريديو بيتا. اليوريت ستون الوحيده اللي ريدي لوسي، الباقي كله ريديو بيتا. فاهمين على قد؟ سيستاين ستون الوحيده اللي هارد قوي، الباقي كله سوفتر. انا ما بقولش سوفت، انا قلت سوفتر. سيستاين الوحيده اللي هارد قوي، الباقي سوفتر انكونسيستنت. الفوسفيت الوحيده اللي سكند، الباقي كله براي. يوم تفهم ان احنا مصممين الجدول ده ان تبقى في حاجه واحده بوستيف والباقي ايه؟ نيجاتيف. بس عشان نعمل الحركه دي لازم نحط ان بي، ناكد على ان الاوكسالات بتوجع جدا وانها سبايك، وبعدين ناكد على حاجات خاصه بالفوسفات ستون بقى يا ولاد، انها بتبقى ثلاث املاح فوسفات، كالسيوم امونيوم مغنيسيوم، فيقولوا عليها تريبل ستون. بتبقى ثلاث املاح فوسفات، كالسيوم امونيوم ومغنيسيوم، فيقولوا عليها تريبل ستون. وبعدين بتملى البلفي كاليسيال سيستم، ساعات بتملى البلفي كاليسيال سيستم كده، فيقولوا عليها ستاج هورد، قرن الوعر. اصل هو لما تاخد شكل البلفي كاليسيال سيستم بتبقى عامله كده، بتبقى شبه قرن الوعر، والوعر هو زوج ايه؟ الغزال. فاهمين يا ولاد؟ فدايما مشهور قوي عن الفوسفات ستون دي ان يقولوا عليها تريبل ستون، وساعات يقولوا عليها ستاج هورن ستون. وبعدين نبدا بقى ايه، لو انا حبيت ان انا اضايقك اقوم بقى سايب الحفظ ورايح على الاي كيو، فابدا بقى اضايقك. اقول لك قول لي اسم الحصوه اللي هي شبه العظم قوي. طبعا الكالسيوم فوسفيت، لان هو العظم بتاعنا كالسيوم فوسفيت. اديك لبست، يعني حصوه الدنسيتي بتاعتها زي البون هي الكالسيوم فوسفيت. اشمعنى؟ انت عارفين العظم ده عباره عن كونكتيف تيشو عادي، بس محطوط فيه حاجه اسمها هيدروكسي اباتايت كريستال. فاكرين الاباتايت دي؟ اللي هي ايه؟ كالسيوم وفوسفور. فهو دي اكتر حاجه قريبه من العظم. ابدا بقى ايه ارخم عليك شويه. اقول لك ايه الحصوه اللي بتتعمل في الكالاين ميديا؟ فوسفيت. اشمعنى؟ انفكشن بايكولاي. هو اليورين بتاعنا اسيديك ولا الكالاين؟ سلايت اسيديك. امال ازاي الايكولاي بتعيش فيه؟ الايكولاي دي بتعيش في الكالاين ميديا، اللي هو اليورين مليان يوريا، حتى اسمه يورين، ها؟ مليان يوريا. فاليوريا الايكولاي بتشتغل عليها، تحولها لايه؟ امونيا. اشمعنى؟ ما هو الامونيا دي بتبقى يوريا، هي بتعكس تبقى امونيا. غاز النشادر ده الكالاي. فهمت الايكولاي بتعيش ازاي؟ الايكولاي تنزل بولت وماسكه اليوريا مكسرها محولها لايه؟ امونيا، فتخلي اليورين الكالاين وتعيش. الفوسفات، الفوسفات يترصف في الالكالاين ميديا. يعني الفوسفات يترصف في الالكالاين ميديا على طول. فاهمين على ده؟ لا. فمثلا لما اقول لك ايه حاجه بتتعمل في الالكالاين ميديا تبقى الفوسفات. طب اليوريت والسيستاين بيتعملوا في اسيديك ميديا. اللي هو طبيعه البول يعني، طبيعه البول. طب بالنسبة للأوكسالات ملهاش دعوة بالبي اتش. تاني يا ولاد؟
الفوسفات يترسب في الكالاين ميديا، السيستاين واليوريات يتعملوا في اسيديك ميديا. اشمعنى؟ هو طبيعه البول بتاعنا اسيديك عاده. امال الاوكسالات مالهاش دعوه بالبي اتش، ممكن تترسب هنا او هنا. السؤال الجاي هو الاوكسالات ستون دي راديو بي؟ والله ايه بدات الطلبه تقول لي ايوه، لان كلهم راديو بيك ما عدا اليوريات. السؤال الجاي ليه الاوكسالات ستون راديو بيك؟ مش كالسيوم، هي كالسيوم اوكسالات، فعشان كده راديو بيك. طيب السيستاين ستون ده راديو بيك؟ اشمعنى؟ ما كله راديو بيك ما عدا اليوريات، يبقى السيستاين راديو بيك. ليه؟ عشان السلفر، السلفر راديو بيك. عارفين السيستاين ده سلفر كونتيننج امينو اسيد، فالسلفر راديو بيك. طب هو الفوسفيت ستون ده راديو بيك؟ ايوه ايوه، ده زي العظم، ده كالسيوم فوسفيت، ده كالسيوم فوسفيت. انت عايز ايه راديو بيك اكتر من كده؟ ده كالسيوم فوسفيت. اما الحاجات دي مالهاش دعوه بالقرايه، ليها دعوه بالاحساس. يعني ليه الاوكسالات راديو بيك؟ ليه السيستاين راديو بيك؟ ليه الفوسفات راديو بيك؟ طب اليوريات اصلا ما فيهاش كالسيوم اليوريات، وبالتالي هتبقى راديو ايه؟ راديو لوس. فاهمين يا عضله؟ طب انا لو جيت قلت لك كده، واحد عنده ستون هيشتكي من ايه؟ فانت هترد تقول لي اسيمتوماتيك. اما انا اقول لك ليه؟ تقول لي لان 90 يعني اكتر من 80% من الحصوات بتيجي وتتعمل وتعدي من غير ما حد يحس بيها. اقول لك طب لو العين حس بحصوه بيحس بايه؟ بيد. فنشدد قوي، نشدد قوي على شكل البيد. الحصوه لو في الكلى تعمل وجع شكله ايه؟ ضل ايكي. ليه مش كوليك؟ عشان مفيش سموث مصر، مفيش بريستالس، وبالتالي حصوه الكلى ضل ايكينج بين. امال امتى الحصوه تبدا تعمل مغص؟ اول ما توصل للبلفيوريتيريك جنج. اليوريتر في مصر، فتبدا العضلات بتاعت اليوريتر تتعصب فتعمل وات وي كول كوليك. فاهمين يا ولاد؟ يعني الكيدني تعمل ضل ايكينج بين. فاهمين يا ولاد؟ لكن لو الحصوه وصلت البلفيوريتيريك جنكشن فهي هتعمل مغص. تعمل بقى المغص المعتاد اللي احنا كلنا حافظينه. بين ان لوين راديتنج تو جراين. برافو عليكم. وبعدين طبيعه الوجع ايه؟ كولكي. السؤال الجاي، طب هو بيسمع في الجراين عن طريق ايه؟ هو بيسمع فين في الجراين؟ سكروتم وميديال سايد اوف ذا سايد. السؤال الجاي اشمعنى؟ عشان اليوريتر بيريتيت الجينيتو فيمورال نيرف. اليوريتر بيريتيت الجينيتو فيمورال نيرف. معلش، هو يعني مش قلة ثقة ولا حاجة، هو الجينيتو فيمورال نيرف ده طالع منين؟ من اللمبر بليكسس اللي موجودة فين؟ سواس ماسل. بيخرج من سواس ماسل ميديال ولا لاترال ولا انتيريور؟ انتيريور. ده النيرف الوحيد اللي بيخرجها من قدام. يعني الجينيتو فيمورال ده النيرف الوحيد اللي بيخرجها من قدام. ذكي يا هيمو. عمل ايه؟ أهل حاجة إيه؟ واحد داخل متأخر، شاي القاعة كلها ومعدي، كل اللي بيعملوا هي هي بس. وبعدين ما كلمتوش، يعني أنا مستغرب بس ما كلمتوش، فصاحبه نفسه استغرب، فقال له أنت إيه اللي جابك متأخر كده؟ يعني صاحبه اللي قال، مش أنا اللي نطقت، صاحبه كان السريتشورد بتاعه أوطى يعني، فراح قال له أنت مالك؟ يعني شوف بلطجي بلطجي. وأنا كمان بحبك أوي هنا والله. اقوم ابوسك في بقك بقى ولا حاجه.
طيب البين ولد بيبقى بيسمى عن طريق الجينيتو فيمورال ايه نيرف. الجينيتو فيمورال نيرف ده ولد بيتفرع فرعين جينيتالو فيمورال، لان الطب ايه تفتكروا مين اللي هيسمع في السكروتو ومين الميديال سايد اوف ذا سايد؟ لان النيرف اسمه ايه والطب ايه؟ خلاص يبقى هو بين في اللوين راديتنج تو ذا جروين. طب لو كان في ميل ما عندهاش سكروتم يبقى ميديال سايد اوف ذا ساي وليبيا ميجورا، لان اللي يوازي السكروتم في الميل هو الليبيا ايه ميجورا. واضحه ولا لا؟ طيب لو الوجع نزل في اللور يعني في اللور انديوريتر شويه فصلات، لو الوجع نزل هنا كده يلا قولوا لي المشكله ايه. الوجع هيبقى شبه الابنسايتس يعني بين في الايلياك فوسا. يلا فرقوا مين اللي بيتلوى؟ ده رينال كوليت يتلوى ازاي؟ ده لا ازاي ده لو جري يتلوى يتوجع اكتر عن ازاي ده؟ انتوا عارفين قولوا لي حاجه ثانيه تيست انا ما اعرفهاش سلاوي. قول له اديله ايه؟ اديله على وشه؟ ياكل يعني يبقى ايوه هو اللي انت قلتيه ده يعني كتير عليا كتير عليا، لان الوجع لما بيبقى جامد بيعمل نوزيا وفوميت. ايوه ما ليش دعوه نقول له يكح كح كح. ده تيست مشهور اسمه كاف تيست. مين اللي يتوجع مع الكح؟ ابندكسايت ده لا عارفين ليه ولا لا؟ عشان الابندك سايبه في البطن، فكل ما يجي كح العضلات بتنقبض، يوم الانتستين تتحرك يوم الابندكس تتحرك يوم الكح يقول لك لا مش قادر مش قادر. انما اليوريتر ريتروبروتينيه الثابت كابندكس بتتحرك، فاولاد الرقاصه وهي بتتحرك والعياذ بالله عشان قبل الفطار راقصه وهي بتتحرك المنبر بتاعها بيتحرك. ايوه ده اللي عمل كده بتحصل منها لا منبار بيتحرك مع الحركه، فالكحه بتوجع. ده تيست مشهور قوي اسمه كاف تيست، تيست مشهور جدا اسمه كاف تيست فاهمين؟ انما حكايه ان احنا نعرفها بالساندوتش ده ولاد ده مش طريق دايجنوز الصراحه. الواد ده بعد الحصه ممكن نقتله. واضحه لا ده لا؟ هو العيان اللي عنده حصوه يا ولاد، العيان اللي عنده حصوه في الكدني بيحس بايه؟ ضل ايكنج بين فين؟ في اللاين. طب والعيان اللي عنده حصوه عند البلفيوريتريك جانكشن هيحس بكولك بين في اللاين راديتنج تو جروين. طب والعيان يا دكتوره خش اقعدي اقعدي على اي كرسي، شد اي كرسي اقعدي عليه. قاعده داخله متاخر مش تاخد اي كرسي تقعد اكسكيوزي موا مش عارف ايه اتباتي ما سانكيو فهماني يعني خش اقعد على طول. طلبه ولا برضه واحد شاقي قاع تقول له انت مالك؟ طب لو الحصى نزلت شويه كمان انا عايز بس اعدل كده مفهوم، بس انا عدلته كذا مره ان اليوريتر بيبقى داخل كده صح بيفتح في حته اسمها ايه؟ تراي بول. ليه تراي بول؟ لان ده جون وجون وجون، يبقى ده ايه؟ تراي بول. عارفين الكره ما بتخش جون، فاهمين اللغه؟ فبقى ده ايه؟ ده جون وده جون وده جون ده اليوريثرا.
يا لهوي انا هنزل في مستوى شرح شارح يعني فتحتين اليوريتر وفتحه ايه اليرسرا دي الترايبود. انا كنت عايز ازود كلمه كده بس انا رايق انا هسحبها يعني الابسيليوم اللي على الترايجون ده ولاد في الامبريولوجي الابسيليوم اللي على الترايجون بيروح اليوريتر كده نور اليوريتر واليوريسرا. في طالب هيقول لي يعني انت يعني الامبريولوجي هو اللي قالك؟ لا مش كده والله عشان خاطر بس غصب عني عشان تعرف ان لو حصوه وقفت على الميتا سنة هتعمل وجع في الإلياك فوسا بيسمع في البرينيوم عن طريق الترايجول بيسمع في اليوريسرا. يعني يقول لك يا جنبي يا تحتياتي يا جنبي يا تحتياتي وبعدين تلاقي عم بيقول لك تعالى تعالى اما اقول لك ايه اهميه ان الوجع رايح على التحتيات ان الستون انتراميورال يعني في اللور انديوريتر عشان كده الوجع مسمع في التحتيات. فاهمين ولا لا؟ يعني لازم تاخد بالك ان اليوريتر ان اللور انديوريتر تبع اليوريسرا اللور انديوريتر تبع اليوريسرا كله في الترايجون زي كله في الهجايز كده كله في الترايجون. فلما الحصوه بتبقى في اللور انديوريتر بتسمع في التحتيات. طب فضل حصوه في اليورينري بلادر الترايجون ده الترايجون ده في قعر اليورا بلادر كده فالحصوه بتقعد تحك في الترايجون بالذات لو العين ايه راكب على الحمار. تلاقوا مثلا واحد فلاح عنده ستوني يوريا بلادر طول ما هو ماشي على الحمار كده الحصوه عماله تحك فين؟ في الترايجود. فعنده وجع سوبرا بيوبك مسمع في التحتيات ورغبه عارمه في التبول. يوم يعمل ايه؟ ينزل يوم يركن الحمار وينزل يتبول ينزل يتبول يتبول حته صغيره كده حبه بول صغيرين. فاقول لك وداوشه وبتاع ومحزوقين جامد على دول يوم راكب الحمار بتاعه تاني وماشي شجرتين ثلاثه هو ماشي على الطريق الزراعي شجرتين ثلاثه كده ويحس بسوبرا بيوبك بين ورغبه عارمه في التبول يركب الحمار وينزل يجي يتبول يلاقي حبه ايه صغيرين. يلا هسالك بقى سؤال يعتمد على مستوى ذكائك كده هيفضل ينزل من على الحمار ويطلع كم مره؟ تبع مستوى ذكائه بيفهم من شرح ولا شرح ومراجعه ولا شرح ومراجعتين. واضح ان هو كل ما بيمشي كل ما الديزاير بتيجي فهو هيقعد يفكر بقى الفلاح ده لانه مش متعلم يا ترى الحمار ماله ده من ولاد. لكن انت طبعا ايه الدكتور مختلف الدكتور مستوى ذكائه عالي الدكتور حاسس بالحصوه وهي بتحك في الترايجول يبقى عنده سوبرا بيوبك بين وجع بيسمع فين؟ في التحتيات. اسمع مع عنده سوبرا بيوبك بين وجع بيسمع فين؟ ورغبه عارمه في التبول. فمن المسالك يا اولاد ليهم كده الفاظ جميله. تقول له رغبه عارمه في التبول يقول لك ايه؟ ارجنسي. عارفين ارجنسي دي اصلها ايه؟ ارجنت اصلها ارجنت. حاجه طريقه يعني دي ارجنسي يعني رغبه اللي هي رغبه عارمه في التبول. عندهم كده ابقاء تانية يقول لك مثلا هيزيتانسي. عارفين هيزيتانسي يعني ايه؟ يعني يبقى واقف قدام القعده مش عارف بالظبط هو يتبول ولا ايه ولا مش هيتبول ولا ايه بقى ولا عدي يا ليله. قاعد يقول للبول عدي يا بول عدي يا بول شبه مين؟ حصل الاسمر عدي يا ليله عدي يا ليله. فاهمني؟ يقول لك بيقف قدام القعده متردد هيزيتيتد هيزيتانسي ارجنسي فريكوانسي. هو ايه الفرق بين فريكوانسي وبوليوريا؟ فريكوانسي يعني يخش كل مره ينزل حبول قليلين لكن بوليوريا دي بينزل يخش كل مره ينزل حبول كتير. يعني عن فريكوانسي ده يخش الحمام 20 مره يتبول بس كل مره يتبول حبه ايه قليلين. لكن عن البوليوريا ده يخش 20 مره يتبول برضه بس كل مره يملى القعده يعني كل مره يملى القعده بول. فمين الفرق؟ هم عندهم الفاظ كده مميزه ليهم يعني.
طب لو الحصوة في اليوريثرا وجع جامد او بقى في اليوريثرا في البينس والبول يقطع، ليه بقى بيقطع؟ بول اند فالف افكت. جدع، يفضل بول يقطع 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 يقطع، وبعدين يا اما الحصوه تعدي وراها جاش اوف يورين يا ترشق ويجي له ريتنشن اوف ايه؟ في حصوه اليوريثرا ده بتوجع جامد، بتوجع جامد ساعه ايه؟ ساعه التبول. حصوه اليوريثرا ده بتوجع جامد، بتوجع جامد ساعه ايه؟ اهم حاجه عندي في الكلينيكال بيكتشر بتاع الستون البيض، اهم حاجه. يلا اولاد قولوا لي حصوه في الكلى تعمل ايه؟ ده الايكنج بين في اللاين، امال الحصوه من اول البلفيورتريك جنكشن كوليكي بين فين؟ في اللاين راديتنج تو جروين. طب لو حصوه في اللور انديورتر بين بين في الالياك فوسه، بين في الالياك فوسه شبه الابندسايتس بنفرقها بايه؟ تفتس. طب لو وطينا شويه لتحت عند القرب الميت الوجع يسمع في التحتيات الياك فوسه ويسمع في التحتيات عن طريق الترايجود. طب لو الحصوه في اليوريا بلادر كل ما العيان يتحرك يحس بسوبرا بيوبك بير راديتنج للبينس ورغبه عارمه في التبول. انتوا عارفين لو زهق، لو الفلاح زهق راح واخد البلغه بتاعته حطها ببعض ونام ايه تحت الشجره كده يلاقي الفريكونسي راح. ليه؟ عشان الحصوة بعدت عن الترايجون، عارفين نظرية القلة؟ حصوة بعدت عن الترايجون، الترايجون ده في قعر البلادر. فلما الحصوة بعدت عن الترايجون الفريكونسي قل. عشان كده كانوا زمان يقعدوا في سؤال قديم كلاسيك كده من أيام أحمس. يقول لك إن الستون بلادر بتعمل فريكونسي باي دي. لكن البناين بروستاتيك هايبربليزيا تعمل فريكونسي باي نايت. وبعدين يحصل يو تي اي فيبقى باي دي اند نايت. هم قالوا لكم في المسالك حاجات من دي؟ يعني حاجه مشهوره قوي ان الستون بلادر تعمل فريكونسي باي دي، لكن البناين بروستاتيك هايبربليزيا تعمل فريكونسي باي نايت. في الاخر لما بيحصل يو تي اي بتعمل فريكونسي باي دي اند نايت. الكومبليكيشن بتاعت الستونز يا اولاد هاي مام زي الجول بلادر اومامي دي هاي مام. احنا هنا يهمني قوي الهيماتوريا. يلا في حته كده هسالكم فيها في الهيماتوريا اكتر واحده ماشي. انيشيال ولا تيرمينال ولا اولسرو؟ لو الهيماتوريا انيشيال تبقى ايه؟ يوريثرا. طب لو تيرمينال؟ يورينري بلادر. طب لو توتال؟ كدني. مين ما عرفش الكلام؟ مين الساقط اللي ما عرفش الحاجات دي؟ مين عشان نقتله هنا قبل ما يخش اللجنه يتشرب من دمه؟ اليوريثرا الهيماتوريا انيشيال. اليورينال بلادر الهيماتوريا تيرمينال. الكيدني الهيماتوريا اولسرو. انفكشن مثلا ممكن يحصل بايلو نفرايتس بايلو فروزس. هو ايه الفرق بين بايلو نفرايتس وبايلو فروزس؟ البايلو نفرايتس انفكشن، البايلو فروزس انفكشن واوستراكشن. مايجريشن ده بيعمل كوليك جامد قوي. السريشن هيماتوريا وميتابليزيا لان ممكن تعمل ايه؟ مالجنان ترانسفورميشن. واضحه يا ولاد؟ هو لو حصوه عملت اوبستراكشن اول كلمه تسالها لي ايه؟ فين السايت بتاعها؟ السايت بتاعها فين؟ وتاني سؤال بارشال ولا كومبليت؟ يعني مثلا لو حصوه سد اليورتر كومبليت اوبستراكشن. رينال شات داون. طب لو بارشال اوبستراكشن هيدرويورتر هيدرويورتر. مبسوط جدا من الشعر لانه بيسالني قال لي كومبليت اوبستراكشن كومبليت. قلت له قال لي هيدرويورتر. يعني بعد ما تاكد جامد جدا وده بنسميه حول علمي.
يعني complete obstruction يعمل renal shutdown كده توقف تكوين الجول، لكن partial obstruction يعمل هيدرو ايه نفروز بلاش تعالوا نفتح. لو الحصوة في اليوريثرا وعاملة complete obstruction طبعا هتعمل acute retention of urine. وزي ما انتم شايفين برضو استمرارا في سلسله تتحول قال لي انيوريا، انيوريا يعني رينال فيلير يعني المشكله فوق، ريتنشن يعني المشكله تحت. كل حاجه جايه بايه في الشالون. نحاول نعدل وضع الواد الشاعر كده ولا نحاول نوضع نعدل وضعه. يلا ولا بارشال اوبستراكشن لليورت هيدرورتا هيدرونفروز كومبليت اوبستراكشن لليورت رينال شات داون. بعدين ننزل تحت كده كومبليت اوبستراكشن اكيوت ريتنشن بارشال اوبستراكشن كرونيك ريتنشن بارشال اوبستراكشن كرونيك ريتنشن. في يلا دول ايه زميلكم بينام؟ طب يعني اديله كتفك يلا يريح عليه شويه راجل مجهد عشان روح البيت فايق. عايز اسالك سؤال يا ولد، هو ايه المشكله؟ مش احنا زمان واحنا في ابتدائي كان في زمايلنا بيناموا في الحصه وكنا بنقعد نضحك عليهم صح؟ سبحان الله يا مساله وقت، جالك اليوم اللي تنام انت في الحصه. بس دي مساله وقت يعني فاهمين؟ صراع يا ولاد صراع تتحط. بص واحنا في ابتدائي ما كانش في حاجه حد بيذاكر، كنا نسمع الحصص بس ونرتب على الفصل كله بس. انا عمري ما كنت بقعد احفظ حصص الدين، حتى ما كنتش بحفظ الصور، كنت اروح اقعد ورا شويه بس على بال ما شويه سمعوها كنا بسمع. وبعدين بعد ما طلعنا ثانوي الدنيا كانت صعبه شويه، بعدين خدوا اوائل الثانويه كلهم حطوهم هنا اولاد، ده صراع حيتان مع بعض. ولسه طبعا لو حد فيكم كان نايب ولا حاجه لا طبعا هيشوف بلاوي. هشوف بقى الخامس على الدفعه على مستوى اربع دفع، الخمسه الاوائل على مستوى اربع دفع موجودين معاه، هو الخامس واللي معاه الخامس بتاع الدفعه اللي قبله واللي معاه الخامس بتاع الدفعه اللي قبله، وكلهم قاعدين مع بعض. المذاكره بالنسبه لهم في الشارع يعني، هو ماشي كده لو قرا حاجه يبقى بيذاكر يعني عادي فاهمين. لو حد في وسطهم اتحط نص نص هيجنف عقله، هيجنف عقله يا هشام في ايه؟ ايه ده؟ بيعرفوا منين الحاجات دي؟ ربنا رد سبحان الله دورة حياة يعني. نام يا ابني نام يا رايح رايح جسمك يا ابني. احنا قلنا لو اليوريثرا تسدد برشا هتعمل كرونيك ريتنشن اوف يوريت، لو تسدد كومبليت تعمل اكيوت ريتنشن اوف يوريت. واضحه ولا لا؟ الانفستيجيشن انا هفترض دلوقتي ان الواد الشاعر ده دكتور مسالك، وبعدين الواد ده جالك عنده ستون، وانت مسكت ورقه وقلم، انت بقى ايه الشاعر كده اسم كبير المسالك البوليه بقى كده، وبعدين الواد ده عنده ستون، انت ماسك ورقه وقلم بقى هتطلب من انفستيجيشن. يلا قول لي هتطلب ايه؟ اطلب انفستيجيشن على طول. اكس راي يعني انت بتاع مسالك بوليه ما بتطلبش تحليل بول. انت مسالك لسه هكمل. طيب انت مسالك ايه؟ انت مسالك ايه؟ بوليه. تطلب ايه؟ تحليل بول. انت عارف لو ما طلبتش منه تحليل بول؟ انت عارف لو ما طلبتش منه تحليل بول؟ واحد يسالك يقول لك يا دكتور مش حضرتك مسالك بوليه؟ تقول له اه. يقول لك ما طلبتش مني تحليل بول ليه؟ هتقول له هطلبها ايه؟ هطلبها ما تصبر. حلو قوي. طيب انت هتطلب منه تحليل بول، عايز تبص فيه على ايه؟ عايز يشوف مثلا انفكشن، عايز يشوف ار بي سيز، هيماتوريا. طب انت بتعرف ان في انفكشن في اليورين ازاي؟ بصل ولا بكتيريا؟ بصل. انا بسالك بصل. بصل عددها كام؟ 10 بالهاي بار. اكتر 10 بالهاي بار يعني اكتر من 5 بالهاي بار فين؟ ولا هتعد البكتيريا؟ هو مين اللي بيعلى الاول في اليو تي اي، البكتيريا ولا البصل؟ البصل.
ليه يا حمدي ايه؟ يعني حمدي فكر بطريقه لواء في الجيش. قال لي طبعا البكتيريا. بقول له ليه؟ قال لي اذا لم توجد العدو يتوجد المعركه، يبقى في معركه واموات وكده في وجود لكن في عدم وجود العدو مفيش معركه فمفيش اموات. وده اجابه صحيحه، بس دي طريقه اجابه لواء. طب نشوف بقى طريقه اجابه حد متعلم. يقول لك الموضوع بيبدا بسايلنت بكتيريوريا، والست الحامل بيعدوا عدد البكتيريا عندها، لما يوصل لعشرة أس خمسة يعالجوها. أيوة ما أنا عارف أنت خطاب في النسبة، ما أنا بتكلم، أنا بتكلم ومناخيري فوق وأنا عارف إن معايا حتان ولا إيه؟ إيه؟ صح؟ فلما البكتيريا تعلى بعد كده البص اللي يعلى، فالبكتيريا تعلى. عرفتوا ليه يا ولاد ما تجابوش مسكات؟ جابوش على ايه مسكات يا ولاد؟ ما بتعرفيش الطالب في دماغه دي جراحه هنا وهنا بطنه وهنا نسا، لكن ما بعرفش اعمل كده. دخل حاجات في بعض. لكن هو الاول بيبقى سايلنت بكتيريرا وبعدين يبدا يعلى البصل. احنا في اليورين طبعا بندور على البصل. كويس. هيماتوريا بايوريا، انت عارف ايه تاني؟ ده شعر غير البص وال بيقول لك كاستوريا. كاستوريا ده بتاع البطن، هو اللي عنده هايلاين كاست وجرانيولار كاست بيقول لك كاستوريا. هو بتاع البطن بيقولوا عليها كاستوريا ولا مش عارف؟ طب يا ولاد احنا ما بيهمناش موضوع الكاستوريا ده خالص، احنا يهمنا الار بي سيز في اليورين، وايت بلاد سيلز في اليورين. يهمني قوي كمان نوع الكريستالز، يوريات، اوكزالات. اشمعنى؟ عشان تديني امبريشن على التايب اوف ستون. كويس قوي. فانت اول حاجه تطلبها منه يورين اناليز. تحب تطلب منه ايه تاني غير يورين اناليز؟ كيدني فانكشنز واكس راي بقى. منين اكس راي؟ على ايه؟ يعني هتطلب له ايه في الروشتة؟ هتكتب ايه؟ يعني انت هتطلب منه بلين اكس راي ابدومين اند بلفس او كي يو بي كدني وبلادر ويوريثرا كي يو بي او بلين اكس راي ابدومين ابدومين اند بلفس. متوقع تشوف الحصوه بنسبه كام؟ 90%. مفيش نسبه كبيره ونسبه صغيره وربنا يوفقك يعني 90%. 90%. فاهمين يا رجل؟ تحب الطالب كده يخش يسبب. لا مش كده، خلي بالك ان اليورينري سيستم دايما مشهوره، اليورينري عكس الجول بلادر. يعني 90% من حصوات الجول بلادر راديو لوسي، اعكسها 90% من حصوات الكدني راديو بيت. فاهمين العكس ده يا ولاد؟ في ناس تقولها 90، ناس تقولها 85، لكن يعني واضحه يا ولاد؟ يعني انت طالب منه بلين اكس راي وانت متوقع ان انت هتشوف حصوه بنسبه 90%. طيب امال الحصوات الراديو لوسنت دي ممكن نشوفها ازاي؟ الترا ساوند. هو الالترا ساوند توريك الراديو لوسنت ستون؟ طب حلو قوي، وانا اطلب بلين اكس راي ليه؟ لما البلين اكس راي هيوريني الراديو اوبيك بس، والالترا ساوند هيوريني الراديو اوبيك والراديو لوسنت. واحمد بهجه اتعلمنا مبدا دي، تطلب حاجة للراديو بيت لما ممكن تعمل حاجة راديو بيت وراديو لوسنت. احسن في الراديو بيت. الولد ده بيتكلم كلام محترم، بيقول ان الاكس راي بتوري حصوات اليوريتر احسن من السونار، وده حقيقي. السونار ما بيبينش اليوريتر قوي. فطبعا ده تعالى يا ولد. لا تعالى يا حبيبي، تعالى تعالى ولا اما اقول تعالى يلا مش شرط انا قوم اعمل لك فرار.
مش هقول لهم بقى كده، انا عايز اشوف ايه في دماغه، بس مش هقول لهم ليه اليوريتر ما بيبانش في السونار. يعني انا بتشوف الكدني ازاي؟ يعني لو ده البروب بتاع السونار وريهم بنشوف الكدني ازاي. تمام، طب ليه ما بتحطش البروب كده؟ عشان قدام حاجات كتير. ايه قدام حاجه زي كولون انتستين وكولون. طب وانت ليه متوقع ان انتستين وكولون ما توركش الكدني كويس؟ عشان فيها هواء. فاهمين؟ شوفوا الولد ده مش عارف حاجه، انا متاكد حتى اتربك لما طلع. لكن واخدين بالكم بيحطوا البروب هنا ليه؟ حطوا البروب في رينال انجل. هنحطه فين؟ في رينال انجل. برضه سؤال غريب يعني. لكن ما بنحطش البروب هنا عشان الكولون انتستين. حلو قوي. السؤال الجاي، طب فضل انا جيت اشوف اليورتر، مفروض بألف ان انا اقدر اشوف الابر اند يورتر، لكن لو نزلت شوية مش هعرف اشوف اللور اند يورتر. فاهمين ولا لا؟ ليه؟ عظمة. طب ما اشوفه من قدام حاجات انتستن، حاجات دي اللي هو بيقصدها دايما يقصد انتستن وهوا. فلا عارف اجيب اللور اند يورتر لا من ورا ولا من قدام. هو العظم بيحش السونار؟ فاكرين في العيال الصغار كنا ان هيدروكيفلس من الفونتانيل، لو الفونتانيل قفلت ما اقدرش اشوف المخ بالسونار. فاهمين ولا لا؟ اقول لكم حاجه تانية، لو انا عايز اشوف اليورينري بلادر، لو انا عايز اشوف اليورينري بلادر لازم اشربه ميه كتير عشان اليورينري بلادر تقب فوق الحوض، فاقدر احط عليها البروب واشوف. تعرفين في النساء كانوا يقولوا لكم تخلوا الست تشرب ميه كتير، عارفين ليه؟ عشان نشوف البلادر. اليوترس هو مش عارف يشوفه ابدا الا لو الست عدت 12 اسبوع، لان ما فيش احتمال ان يشرب الوليه ميه فاليوترس يطلع. فاهمين؟ فاليوترس هو مش عارف يشوفه الا بعد 12 اسبوع لما يقب الفندس، والا لازم يعمل ترانس فاجينال ايه الترا ساوند. فاهمين مشكله الحوض؟ فاهمين مشكله العظم؟ حلو قوي. بس الاكس راي ممكن توريني الحصوه. فهمتوا ليه بنعمل الاكس راي مع السونار؟ ما نعملش واحد فيهم بس. يلا بقى قولوا لي الثلاث انفستيجيشن اللي انتوا هتعملوه. ها، يورين اناليسيس، بلين اكس راي، ابدومين اند بيلفس، الترا ساوند. يلا يلا بقى اقول لهم كده دلوقتي، انت جالك عيان عنده حصوه، عملت له يورين اناليسيس بلين اكس راي والترا ساوند مش شايفها، قول لهم ايه الحصوه اللي انت مش شايفها دي؟ ايه؟ يوريت ستون في اللور اند يورتر. يوريت ستون فلتت من بلينكس راي في اللور اند يورتر، فلتت من السونار. طب انا هعرف ازاي ان في حصوه؟ مليورين اناليسيس يوريت كريستال. فاهمين ان احنا ما بنتكلمش في المسالك مع حد الا لما يعمل يورين اناليس وبلين اكس راي والترا ساوند، بعدين نتكلم. فهمتوا الثلاثه دول ولا لا؟ فهمت يا لا؟ طب ايه رايك لو انت متوقع ان في حصوه يريت ستيم في اللور اند يورت، تطلب له ايه؟ انت اجريسيف كده ليه؟ اي فيو حبان الحصوه راديو ايه؟ راديو لوسنت. وبعدين بدا يتكلم الشاعر كلام كويس، قال لي بس يا ريت تعمل له كدني فانكشن قبلها، لازم الكدني فانكشن تبقى كويسه عشان نعمل له اي فيو فنشوف الحصوه في اللور اند ايه؟ في اللور اند يورتر. خش يا طبعا انا ببقى مبسوط جدا لما هو يقول لي مثلا ان السونار ما بيشوفش اليورتر حلو. بس يفرق معايا قوي يا ولاد ان يبقى فاهم ليه؟ يعني تمشي انت عارف تمشي ان السونار ما بيشوفش اللور اند يورتر حلو كده بس؟ بتبقى حاجه سيئه قوي قوي. لكن لما ما هو في حد ممكن يشيل حاجه على ظهره ويمشي. فاهمين؟ وده مختلف خالص انك تفهم ليه السونار ما بيشوفش اللور اند يورتر حلو. لا ده احساس تاني خالص. فاهمين؟ حب تبقى كده، حبه تبقى كده يعني. ان انت تبقى شاطر تفهم. طيب حاجة تانية يا ولاد، أنا هعمل أي فيو إزاي؟ ها إن كونتراست
في الدم، يوم الكدني تاخدها وايه وتفرزها. لو اليوريا والكرياتينين وحشين فالكلى مش هتاخد الصبغه اصلا. ليه؟ عشان هي مش شغاله، الكليتين مش شغالين بأمارت ايه؟ اليوريا والكرياتين عاليين. فانت لو عملت اي في بي الواحد عنده رينال فيلير تبقى اهبل، خد انت الصبغه وطمن على كلاويك احسن، لان الكلاوي مش هتاخد حاجه ولا هتفرز. سيبك ان الصبغه هتقعد تلف في جسمك مش عارفه تخرج وتعمل نفروباسي، سيبك من الكلام الفاضي ده، لكن انت فاهم اصلا انت مش هتشوف حاجه. السؤال الجاي، طب انا اعمل ايه لو العيان انا هعمل له اي في بي، العيان كده فانكشن كويس، حقنت سبب كده خدت، اقدر اعرف حاجه اسمها ديفرنشال فانكشن؟ يعني ايه؟ يعني الكلى دي فرزت بعد 5 دقائق واختها فرزت بعد 10 دقائق، يبقى مين احلى؟ اللي فرزت بعد 5 دقائق. وكان اليوريا والكريات على بعض يوروني الوظيفه بتاعت الكليتين على بعض، لكن الاي فيو باين لي حاجه اسمها ديفرنشال فانكشن. هما الكليتين على بعض كويسين، بس مين اوحش من الثانيه؟ جميله الاي فيو دي يا ولاد. طب وبتوع المسالك بيحبوا الحكايه دي ليه؟ يقول لك لو حد عنده حصوه يمين وحصوه شمال، على ابدا بمين؟ ابدا بالحلوه. لو عندك كليتين عايزين علاج تبدا بايه؟ بالحلوه. ليه؟ قبل ما تبقى وحشه. فاهمين يا رضا ولا لا؟ فهمتوا ما بيعرفوا ازاي الكلى الحلوه؟ الكلى الحلوه تفرز اسرع. عشان كده تلاحظوا حاجه بقى، الراجل بتاع اللي بيعمل اي فيو يحنوه صبغه، وبعدين بعد 5 دقائق يصوروه، وبعدين يقولوا اتفضل حضرتك افتح بره شويه، وبعدين يرجعوا يجيبوه بعد ربع ساعه من حقن الصبغه يصوروه، وبعدين يقولوا حضرتك اتفضل ارتاح شويه، وبعدين يجيبوه بعد نص ساعه يصوروه، لغايه ايه؟ لغايه ما الكليتين يبانوا حلو ويفرزوا هما الاثنين، وبعدين يستنوا لغايه ما الصبغه تروح اليوريا بلادر، واليوريا بلادر تتملي على الاخر، وبعدين يصوروا الحوض. فيلم اسمه ايه؟ صوروا الحوض بس، سيستوغرافي. يسموها ديسندنج سيستوغرافي. ليه ديسندنج؟ الصبغه نازله من فوق. وبعد بقى ما يصوروا اليوريا بلادر كده ولاد، يقولوا له ينيموه على جنبه، يعني هو بدل ما نام على السرير كده بتصوره، نايمه على جنبه، وبعدين نقول له حضرتك اتفضل اتبول، حط له فوط كده، فوط ما تبانش في الاكس راي، اقول له اتفضل حضرتك اتبول، يقول لك انا مش عايز اتبول في حياتي، اتبول، يقوم هو بيتبول تقوم لادعك صوره تذكاريه. السؤال الجاي ليه؟ هنحطها على الفيسبوك. جميله في الريفلكس، واليوريا بلادر بتنقبض كده، يقوم الصبغه طالعه تاني اليوريا. ميكتريشن فيلم او الفويدنج فيلم ده جميل في الريفلكس. واضحه لده لا؟ طب ليه بننام على جنبه؟ هيبوظ في المكنه، لو انا سبت هيبوظ المكنه بتاعت الاشعه. فاهمين يا ولاد؟ فلازم ننام على جنبه شويه، نقول بنصوره في اوبليك لاترال فيو. بنصوره في اوبليك لاترال فيو. وبعدين بعد ما يخلص تبول يكمل بقى تبول في الحمام، انا مش عايز اسجل التبول كله، ده مش لحظه تاريخيه في حياته يعني. فاهمين يا ولاد؟ هو بيتبول الاول شويه واصوره، وبعدين يكمل تبول في الحمام. طب بعد ما يخلص تبول اصوره. ليه يا ولاد؟ عشان هو نجم. عايز اشوف الريزيديوال فوليوم. لو الريزيديوال فوليوم عالي يبقى عنده كرونيك ريتنشن اوف يور. فاهمين يا ولاد الاي فيو؟ عالي عن كام يعني؟ يعني لو اكتر من 50 ام ال بنبدا نقول ان في كرونيك ريتنشن اوف يور. فاهمين يا ولاد؟ السؤال الجاي، طب هو العيان اللي احنا عاملين له اي فيو ده ممكن نستخدم الاي فيو عشان نشوف ريدي لوسنت ستون صح؟ ونستخدمها في الديفرنشال فانكشن. بس يا ريت ما حدش يعمل اي فيو لحد عنده رينال فيلر. يا ريت ما حدش يعمل اي فيو لحد ان اجوني عنده رينال كوليك. ليه؟ الكلى اللي في عليها المغص مش هتفرز، لان عليها باك بريشر. انت هتشوف حلو قوي الكلى الثانيه. فتخيل واحد عمال يقول لك اي يا جنب الشمال، يا جنب الشمال، تقول له استنى هنعمل لك الشعب الصبغه، ورحنا حاقنين الصبغه ومصورينه، قلت له الكلى اليمين بتاعتك هايله، يقول لك بقول لك الشمال يا حول، الله يخرب بيتك، ارجع للكتاب هتلاقيها اكسبشن. فاهمين يا ولاد؟ يعني اللي عنده مغص يا ولاد ما نعملش اي في بي، مش هشوف حاجه.
لازم استنى كده بعد ما يعدي المغص اسبوع 10 ايام عشان اعمل له ايفون. انتوا عارفين ممكن نعمل الايزوتوب سكاننج على الكدني. والايزوتوب سكاننج على الكدني دي دايناميك يا ستاتيك؟ ازيك يا سام؟ عملت ايه في امتحان ال ايه؟ كان بيمتحن الطلبه كلها في ورقه؟ ونجاوب مع بعض. ماشي حبيبي. طب جاوبت رغم ده كله او صحابك جاوبوا؟ طيب وصلات. بكرة دي زمان امسح دي لا امسح دي لا يجوا لا يجوا العمل. هشرح انا كل حاجه في اخر حصه اخر حصه. شكرا حبيبي. ده واحد كان جاي بكره العمل. بس موجود هناك دكتور احمد حسن. انا بطوله ما انتوش جاب معايا ده عمل دي عدت. امسح شعر عشان زمايلك. انا في الاخر هشرح لكم الجدول والمواعيد وبعدين ابعت لكم على الواتساب. وصلت 50 مللي. عنده صناعه لارج بروستيت مثلا فمخليه مش عارف الباور حلو. هركز يا ولاد. هكلمكم دلوقتي يا ولاد على الايزوتوب سكاننج. الايزوتوب سكاننج على الكدني دي اس ام اي ودي تي بي اي. واحد دايناميك واحد ستاتيك. انت قال الايزوتوب سكاننج دي اس ام اي ودي تي بي اي. واحد دايناميك واحد ستاتيك. مين الستاتيك؟ اللي فيه اس. انا مبسوط منكم. تمام. يعني اللي فيه اس هو اللي هيبقى ستاتيك. السؤال الجاي هو ايه الفرق بينهم؟ بصوا الدايناميك ده بحث صبغه واصور عام فيديو. الاستاتيك دي صوره ثابته. يعني مثلا يعني مثلا لو في راقصه والعياذ بالله بترقص وبيصوروها فيديو دي ايه؟ دي دايناميك فحت. لكن افرضوا شفتوا صوره للرقصه وهي عامله كده تبقى دي ايه؟ ستاتيك. السؤال الجاي طب وايه حكايه دايناميك وستاتيك دي بيعملوها ليه؟ احنا بنحقن الايزوتوب في الدم فنلاقي الايزوتوب ماشي في البلاد فيسل بتاعت الكلى فنصورها واقول على الصوره دي فاسكولار فيس. الفاسكولار فيس ده بيصور ايه؟ الفاسكولاريتي بتاع الكدني. عشان لو في رينال ارتري ستينوزيس لو في بلاد فيسل بايظ دي ايزوتوب وحنتها. اول حاجه الايزوتوب داخل الكدني عن طريق ايه؟ البلاد فيسلز. فبصوره واسميه فاسكولار فيس. شويه والكلى تبدا تاخد الايزوتوب من البلاد فيسل ترميه في رينال بلفس. وده متوقف على ايه؟ على الفانكشن والفلتريشن يعني. فيتصور المرحله دي ونقول عليها انها سيكريتوري فيز. يعني مثلا ممكن يقول لك على فكره المشكله عند العيان ده في البلاد فيسل. الفاسكولاريتي بتاعت الكدني بتاعته مش كويسه. أو يقول لك على فكره مشكله العيان ده في البارينكما في رينال بارينكما مفيش فلتريشن. وصلت؟ وبعدين الايزوتوب ينزل في الكلى هنا. فلو في اوبستراكشن يبان. فنقول نصور المرحله دي ونقول عليها اكسكريتوري. الاكسكريتوري فيز لو في اوبستراكشن في اليوريتر يبان. يعني احنا هنعدي بكام فيز يا اولاد؟ ثلاثة. اسمعهم كده. فاسكولار
سكريتوري اكسكريتوري. امال الاستاتيك فيلم بتبين ايه؟ الاستاتيك فيلم بتبين قوه الرينال تبيول على تركيز الايزوتوب، يعني بتعبر عن الفانكشن اوف رينال تبيول، يعني قوه الرينال تبيول في تركيز الايزوتوب، فبتعبر عن الكدني عن الفانكشن بتاع رينال تبيول. الايزوتوب بيغمق يبقى رينال تبيول بتركز حلو، الايزوتوب ما بيغمقش يبقى رينال تبيول مش قادره تركز الايزوتوب. ده الاستاتيك. ممكن نعمل مناظير، ممكن نعمل مناظير. فشوف مثلا ستوني ريسترا ستوني ريم بلادر. تعرفين دلوقتي على قد ان في منظار للحلق، يعني انا ممكن ادخل منظار في اليوريسترا، ممكن ادخل منظار في الريم بلادر. ده كان اخرنا ليه يا ولاد؟ عشان منظار تخين. مناظير الرفيعه دي على فكره غاليه جدا، المنظار كل ما كان رفيع كل ما كان اغلى. عشان كده مثلا اخيرا بقى منظار اليوريتر رفيع قوي، ممكن يخش اليوريتر كمان، لكن كلها مناظير ممكن تشوف بيها حصوه، وممكن نتعامل مع الحصوه عن طريق المنظار. ما بين ايه؟ هو بس الايزوتوب بس الايزوتوب سكاننج ادق من الاي فيو في التعبير عن الفانكشن اوف ذا كيدني. يعني ايه؟ معلش يا ولاد انا هناقش الحته دي، اسمعوها. واحد عملت له اي فيو لقيت الكيدني بتاعته ما بتفرس، فانا هشيلها. شيلها ليه؟ بايظه نوت فانكشن. وبعدين واحد زي اسامه هيبص لي ويقول لي تشيلها ليه؟ ما تسيبها. ادفع فلوس ليه عشان تشكلها بايظه؟ يعني انا ادفع فلوس عشان اعمل حاجه، لكن ادفع فلوس عشان كلى بايظه. كلى البايظه دي هتعمل رينال هايبرتنشن، تعمل انفكشن، يعني تعمل مشاكل، فبضطر ايه؟ ادفع فلوس واشيلها. في الاطفال الصغيرين احنا بنحاول نحافظ على بواقي الكلى حتى لو قليله، لان العيل هيعيش كتير. يعني لما اجيب واحد عنده 50 سنه واعمل له اي فيو الاقي كيدني نون فانكشننج، شيلها. الكلى التانية مش كويسة، حلو على قد اللايف سبان بتاعه، لكن لما طفل الاقي الكلى مش شغالة اعمل له ايزوتوب سكاننج. الايزوتوب سكاننج ادق من الاي فيو في التعبير عن فانكشن اوف ذا كيدني. فاهمين يا ولاد؟ الايزوتوب سكاننج ادق من الاي فيو في التعبير عن فانكشن اوف ذا كيدني. الايزوتوب سكاننج ادق من الاي فيو في التعبير عن فانكشن اوف ذا كيدني. الايزوتوب سكاننج ادق من الاي فيو في التعبير عن فانكشن اوف ذا كيدني، ودي حاجة مشهورة في الام اس كيو. واضحه رضا؟ لا طبعا لما نيجي نتفرج على الاكس رايز كمان هنبقى يعني اشد كمان. طيب ازاي نعالج حد عنده ستون؟ صراحه عيال الستون ده بنشوفه في مكان من اتنين، يا بشوفه في الاستقبال يا بشوفه في العياده. يلا قولوا له جاي الاستقبال جاي ايه؟ ان اجوني. وجاي لي الاستقبال يا ولاد بيبقى جاي ان اجوني. انا وظيفتي ايه في الاستقبال؟ بين كيلر ريليف البين. ازاي بقى ريليف البين؟ بيدوا له انتي سبازموتيك، يدوا له نون استرويدال انتي انفلاماتوري. مضايقك طول معاك مورفين اخلص. بين كيلر. وبعدين ما تظبط له البين قول له اشوفك في عياده المسالك، روح عياده المسالك بكره. السؤال الجاي يا ولاد، مش هو جايب وجع وخد البين كيلر وبقى كويس؟ وما انا بعته بعياده المسالك بكره ليه؟ عشان دكتور المسالك بقى ياخد منه هيستوري ويعمل له اكزامينيشن ويعمل له انفستيجيشن ويشوف الحصل. بصوا مبدأنا في علاج الحصوات يا ولاد. الحصوة أقل من نص سنتي. كونزرفاتيف.
هي هتنزل. الحصوه من نص سنتي لغايه 2 سنتي فتفتها ازول. الحصوه اكتر من 2 سنتي لو الحصوه اكتر من 2 سنتي نفروسكوب. نفروسكوب واشيل. لو كل ده فين سيرجي. السؤال الجاي: نسبه كبيره من الحصوات بتحتاج عمليه لإجابة لا. يعني في كتب بتكتب 90% من الحصوات ما بيحتاجوش عمليات اوبن سيرجري، وفي ناس بتكتب 99%. وكأن علاج الحصوات اصبح لحد كبير ايه؟ انسترومنتال او مينيمال انفيزيف سيرجري. يعني لو الحصوه اقل من نص سنتي بصوا بعمل ايه؟ بقوم ظابط بقي على حرف الالف. امبل اماونت اوف فلويد، انتي بايوتيك، انتي سبازموتيك، اكونترول الدايت، اغير البي اتش، اشوفه كل 6 اسابيع. فاهمين اهو؟ يعني بنديله ميه كتير ونوسع الحالب عشان تعدي، ونعالج الانفكشن عشان القديمه تقل، يمكن الحصوه تعدي. لو اقل من نص سنتي هتعدي ان شاء الله، يعني لو الحصوه اقل من نص سنتي هتعدي. زميلكم بيسال سؤال كويس قوي والله، بيقول لي اشوفه كل 6 اسابيع ليه؟ ازاي؟ وده فكره كويسه قوي، لان انت عارفين ساعات تقول للطالب وتشوف العيان كل 6 اسابيع، فتقول للعيان احب اشوفك بعد 6 اسابيع، يقوم العيان يقول لك شوف ايه؟ يقول والله انا مش فاكر، يعني انا لغايه هنا ما كنتش واخد بالي. يعني العيان بيجي بين الاكس راي ويجي لك ليه؟ شوف الحصوه بتتحرك ولا لا؟ فاهمين على ده لا؟ تفضل الحصوه كانت ستون كيدني، وبعدين بقت ستون يوريتر، وبعدين بقت ستون يوريا بلادر، يبقى everything is going well. يعني الحصوه نازله يعني. تفضل الحصوه ما بتنزلش، او عامله انفكشن، او عامله هيدرونفروزس باك بريشر على الكلى، يبقى ده انديكيشن فور انترفيرنس. هتدخل ازاي؟ لو ما بين نص 2 سنتي هكسرها فتفتها. فتفتها بجهاز ايه؟ اسود اللي هو اختصار ايه؟ اكسترا كوربوريال شوك ويف لايسوتريبسي. يلا يلا نجري شكل بعض كده. لايسوتريبسي ولا لايسولاباكسي؟ لايسوتريبسي. اشمعنى؟ عشان انا فتفت بقول له اشمعنى؟ قال لي مكتوبه كده عشان انا هفتفت الحصوه واسيب الفتافيت تنزل. لما انا مثلا بخش بمنظار واكسر الحصوه واشيل الحاجات اللي بكسرها بيقولوا عليها لايسولاباكسي. انما لو كسرت الحصوه وسبتها تنزل بيقولوا عليها لايسوتريبسي. فاهمين الفرق؟ يعني اللايسوتريبسي ده تفتيت واسيب الحصوه تنزل عاديه في الناتشرال باس واي بتاعها. لكن اللايسولاباكسي بكسر واشيل، اكسر وايه؟ واشيل. واضحه؟ طب يعني ايه اكسترا كوربوري؟ من بره الجسم. شوك ويف، وروني شوك ويف تبقى ازاي؟ كده؟ يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ هبعت موجات من بره الجسم لجوه الجسم. هفتح؟ لا، دي موجات انا بعتها. وبعدين الموجات دي هتعمل ايه في الحصوه؟ هتهزها. هتهزها لغايه ما ايه؟ ما تنفجر. هو الموجات ممكن تعدي كده دكتور الجسم وتخش على الحصوه؟ ايوه. مش عارفين يعني موجات؟ مش احنا المذيعه بتبقى موجوده في مسبيرو، وبعدين بنجيب المذيعه نحولها لموجه صغيره كده ونحطها على حاجه اسمها موجه حامله، موجه اكبر، موجه كبيره شويه، اللي هو ايه زي الصاروخ، بنحطها على صاروخ كده ونبعتها لك من مسبيرو، تعدي بقى كده وتجيلك في الاريال بتاعك. يوم الاريال في دراعات، يوم الدراع يتهز. انهو دراع اللي هيتهز؟
الموجه دي اللي بيستجيب للموجه دي، في دراع تاني بيستجيب لحاجه تانية، وفي دراع تالت بيستجيب لحاجه تالتة، فاهمين؟ يوم الدراع يتهز كده ويستقبل الموجه الحامله دي، يشيل المذيعه ويفضي الموجه الحامله في الايه في الشارع، ويبعت لك المذيعه في السلك على التلفزيون، فاهمين ولا لا؟ تقوم انت ايه تشوف المذيعه، فمن الحركة دي. يمكن الحكاية دي قديمة شوية، فكرة التلفزيون الطالب ما بيبقاش فاهمها قوي، لكن انتوا فاهمين الهوم سينما سيتر اكيد، يعني في ناس اولاد تجيب مثلا 5 سماعات وصب ويوزع السماعات ويحط الصب ومفتح بقى الايه الاكوالايزر بقى وبتاع وكده، ويبدأ يتفرج على فيلم ماتريكس، الازاز بقى يكسر حواليه وتلاقي نفسه في وسط الحرب، فاهمين ولا لا؟ وبعدين يلاقي في حله في المطبخ بتتهز تك 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 تك، وتقوم وقع، تقوم ماما يخرب بيتك وقعت الحله، تقوم انت قايم تقول لها انا ما وقعتش الا الحله دي بس، لان توافق تردد الحله مع تردد الموجات المنبعثه من الايكولايزر في هذه اللحظه، فراحت الحله ايه؟ اتهزت وقعت. اذا ما فهمتش باي حاجه بقى من الحياه اللي عمك كبر بقى، انت عندك مشاكل في الحياه يعني. فمين فكره الازول؟ السؤال الجاي، طب عشان الحصوه تتكسر، عشان الحصوه تتكسر لازم تتهز؟ اه لازم الحصوه تبقى في الفسحه، لانها بتتهز تتهز تتهز وبعدين تنفجر. يفهمني العيال بتفهم شوف الكهرباء، انت ما تقدرش تحط الاريال في كفر ما يشتغلش، لازم تسيبه يتهز، فاهمين يا ولاد؟ أم مثلا لو حصوة في الكدني وحصوة في اليوريتر، التفتيت أسهل للكدني ولا اليوريتر؟ كدني شمعنى؟ أوسع. هو أنت لو جبت راقصة والعياذ بالله ترقص أحسن على البست ولا في أنبوبة؟ على البست هتبدع، إنما لو حطيت الراقصة في الأنبوبة هتلاقي إيه؟ مش قادر. تقوم أنا بعد شوية هشرح لك حاجة. لو حد عنده ستون يوريتر، لو حد عنده ستون يوريتر يا شيخ حمدي خلي بالك من موضوع الرقاصه دي. لو حد عنده ستون يوريتر يا اولاد بنزقها من اليوريتر للكيدني ونكسرها في الكيدني، حاجه هقول لكم عليها اسمها بوش بانج، بوش بانج تكنيك. فهمتوا ليه فكره ان انا ازق حصوه من اليوريتر ادخلها الكيدني واكسرها؟ التفتيت في الكيدني احلى لانه يتم في الفسحه، بينما التفتيت في الحالب وحش لان الرقاصه في الانبوبه زي الفله في البنفله، فاهمين؟ واضحه ولا لا؟ يا عم استنى بس، انت لسه عارف حاجه، استنى اما اخلص شرح. طيب الحصوه ما بين نص سنتي ل 2 سنتي بفتفتها بالازول. الازول ده بقى فيه انواع الترا ساوند وانواع الكترو هيدروليك، انواع موجات يعني، انواع موجات. السؤال الجاي، طب ليه لغايه 2 سم؟ اوعى تفتكر ان الحصوه بتنفجر بو وتبقى تراب تتكسر حتت، فلما حصوه 2 سم تتكسر 4 5 حتت هتنزل، انما حصوه ستاج هورن هتتكسر 4 حتت، الحته 2 سم مش هتنزل برضه، فلازم تبقى الحصوه معقوله عشان تتكسر وتنزل. طب افرضوا ان الحصوه، يعني اقول لكم مثال، مثلا افرضوا ان الحصوه 3 سنتي وبعدين اتكسرت 3 حتت هتنزل؟ لا، لان الحته قد ايه؟ اكتر من سنتي او سنتي، فهي مش هتنزل. امال ممكن اعمل ايه؟ ممكن او معامل خرم صغير كده، بصوا هنعمل خرم صغير في ظهره كده واقوم مدخل منه منظار، وبعدين اكسر الحصوه بالليزر واشيل الحته اللي كسرتها، وبعدين اخش تاني اكسر واشيل بسمين، اسمها نفروسكوب. طب ما انا عامل خرم في ظهره، ما هو خرم احلى من فتحته، يعني تعمل خرم، ما ده يندرج تحت عنوان مينيمال انفيزيف ايه؟ سيرجن، فاهمين يا ولاد؟ ما هو ده لايسو لاباكسي، يعني انا لما اكسر واطلع الفتافيت كده انا بعمل لايسو لاباكسي، او اكسرها وتنزل سيبها تنزل في البول تبقى لايسو تريبسي، فاهم؟ يعني لايسو لاباكسي ولايسو تريبسي دي لغه، انت ناويه تعملي ايه؟ فاهمين يا ولاد ولا لا؟ طب افرضوا كل ده ما ينفعش،
يبقى ده indication for surgery. يلا لا تقولوا لي اقل من نص سنتي بنعمل ايه؟ كونزرف. بنعدل بقنا على حرف الايه؟ الف. يلا اعدل بقك وقول امبل اماونت اوف فلويد انتيبيوتيك انتيس باسبوتيك اكونترول الدايت اغير البي اتش اشوفه كل ست اسابيع. يعني الولد ده سألني سؤال قال لي يعني اغير البي اتش؟ يعني يورين مثلا الكالاين عشان ايكولاي اديله اسكوربيك اسيد يوم يبقى اليورين اسيدك يوم الايكولاي تموت. امال يعني ايه اكونترول الدايت؟ يعني مثلا لو العيان يورينيتي ستون لو العيان عنده نقرس ما ياكلش ايه؟ لحمه ايه؟ حمراء او ايه؟ او كبده او كبده او ايه؟ قول لي سمك مخ. تعرف انا احلى حاجه السمك. احلى حاجه السمك يعني ممكن ياكل سمكيه كامله لكن مثلا لحمه حمراء مفيش. كبده مفيش. الكبده والمخ ده الفظاع. والفول بشع. لكن السمك ممكن ياكل سمكه لغايه سمكه كامله متوسطه ياكلها مفيش مشكله. فاهمين يا ولاد؟ فاليوريك اسيد كده. طيب امال لو كان اوكسالات مفيش طماطم مفيش فراوله مفيش مانجا مفيش سبانخ. يعني مثلا واحد روح لقى ماما طبخه له سبانخ ورز ومحضره له يشرب كده شوب فراوله. الوجبه دي اسمها ستون كيدني. فهماني؟ السبانخ مع الرز مع التحليه بالفراوله الوجبه دي اسمها ستون كيدني. نوعها هيبقى ايه؟ اوكسالات. فاهمين يا ولاد؟ فلازم تكنترول الدايت عند العيان. السؤال الجاي طب ممكن افتفت الحصوه افتفتها بايه؟ بالازول. طب اشوف كده الاي كيو. الازول ممنوع اعمله في واحده حامل. جيف ريزون فور. هيكسر النونه. اصل الموجه بتفهم. انت اللي بتفهم. انت بتقولها كده بتوشوشها كده تقول لها لو لقيتي حاجه ناشفه كسريها وتقوم باعتها. فهي شافت عظم الواد هي ما بتفهمش راحت مكسراه. السؤال الجاي لو واحد عنده ستريكتشر يوريتر ممنوع اعمل له ايزو. مش تنزل ازاي؟ الفتافيت مش هتنزل لان في ستريكتشر يوريتر. طب ناخد دي كمان نفكر فيها. لو حد عنده بليدنج تندنسي ممنوع اعمل ايزو. ليه؟ اصل الحصوه تنفجر. فالعيان تعرفين اللي بعمل له ازول بيتوجع؟ اه طبعا ده انا ببنجه. بتوقف في انفجار لحظه انفجار. ما ينفعش ابعت الموجات والحصوه بو تجلد يا رجل تجلد. يعني ما هياش كده. لقد اوشكنا على الانتهاء. لا ما فيش كده يعني. وبعدين يا ولاد تفهموا كده بعد ما نكسر الحصوه هتنزل دم وساعات تنزل حصوات وهي نازله تسد اليوريثرا يعني تعوق البول شويه هو نازل. يعني هو لازم يفهم ان دي حصوه بتتكسر ونازله. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ لو ما كانش بنعمل نفروسكوب لو اكبر شويه بنعمل نفروسكوب. بنعمل نفروسكوب لو اكبر شويه. القلم الظاهر خلص فعمال يبص عليه كده وبتدفع عليه. ما انا عارف ما قعدش كتير. هو الاقلام الحلوه ما بتقعدش كتير. ممكن نعمل نفروسكوب ونكسر الحصوه ونشيلها. لو فيلد بقى كله بنعمل بنشيل حصوه سيرجي. بص يا ولاد لو الحصوه في الكلى يا دلال هعمل نفروليسوتومي. يلا قول لي ايه نفروليسوتومي؟ انت بتفكر ازاي دلوقتي؟ اوتومي لايسو نفرو
اوتوم يعني افتح، افتح عشان اشيل، لايسو حصوة، نفرو كدني. لو الحصوة في البلفس وفي كدني بايلو لايسوتومي. اتفكر ازاي دلوقتي هعمل اوتومي للبلفس واشيل حصوة. لو الحصوة في اليوريتر يوريترو لايسوتومي. فكر ازاي اوتومي لليوريتر واشيل الحصوة. لو الحصوة في اليورينري بلادر سيستو لايسوتومي. بفكر ازاي اوتومي للسيستو واشيل الحصوة. فاهمين السؤال الجاي؟ طب انا هفتح ازاي؟ بصوا كده بنفتح ازاي ورق. هفتح من الرينال انجل للانتيريو سوبيريو سباين، ده انسيجن اسمه موريس انسيجن. من الرينال انجل للانتيريو سوبيريو سباين، لا لف 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 كده عشان وصلت من رينال انجل، من رينال انجل للانتيريو سوبيريو سباين. طبعا الشعر زميلنا هيقول لنا رينال انجل دي بنيه وايه. لا لا اللاست ريب واللاترال بوردر اوف سيكرو سباينالس، بين اللاست ريب واللاترال بوردر اوف سيكرو سباينالس دي رينال انجل. واروح ناحيه الانتيريو سوبيريو سباين، ده اسمه موريس انسيجن. العيان بيبقى نايم على ظهره ولا على وشه ولا على جنبه؟ انه جنبه التاني. سليم ليه؟ عشان انا اشوف الجنب ده، عشان كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه، بعدين نيجي على الديزيز ديسايد ونقوم فاتحينه. فاهمين يا ولاد؟ واعمل نفرو لايسوتومي او بايلو لايسوتومي او نفرو بايلو لايسوتومي. اه ايه الفرق؟ طبعا الشاعر واقف على حته كده انا مش عارف هو فاهمها ولا لا. هو بيقول لي ايه الفرق بين البايلو لايسوتومي والنفرو لايسوتومي؟ هي الحصوه في الكدني ولا في البلس؟ هو مش متضايق، هو بيحضر الحصه. في عيال بتبقى متضايقه وهي بتحضر الحصه، تلاقيني وانا بشرح بيقول لك اوف دي يا رب ما تخلص يا عم اخلص بقى. وفي واحد تلاقيه قاعد هو مبسوط عايز يفهم، فهو سامعني بقول نفرو لايسوتومي وبايلا صوته. قال يعني ايه؟ قال هو ممكن تبقى في حصوه جوه الكلى، الحصوه دي في البلفس وفي الذاكرة، وده صحيح. وصلت؟ ما فيش حاجه اسمها حصوه هنا، دي نفرو كالسينوزس، حصوه بتبقى هنا. امال ايه نفرو لايسوتومي وبايلا لايسوتومي؟ بصوا الناس مختلفه ازاي ولا لا؟ الاثنين دول نورمال، بس ده البلفز بتاعه جوه الكدني، وده البلفز بتاعه معظمه بره الكدني. لو العيان الموديل ده انا هفتح الكلى عشان اشيل حصوه، ما البلفز جوه الكلى. لكن لو العيان الموديل ده انا هفتح البلفز واشيل الحصوه، تفتح الكلى ليه؟ ما البلفز طالع لك بره. مين فيهم اللي نورمال يا اولاد؟ الاثنين نورمال. في ناس مننا البلفز بتاعهم انترا رينال، وفي ناس مننا البلفز بتاعهم اكسترا رينال، ده رزق. عشان كده احنا عندنا نفرو لايسوتومي وبايلو لايسوتومي. ساعات الحصوه بتبقى ستاك هورن ستون كبيره، فنعمل نفرو وبايلو لايسوتومي، لان الحصوه كبيره قوي ستاك هورن، فنعمل نفرو وبايلو لايسوتومي. فاهمين يا اميره ولا لا؟ طب بنفتح انسيجن اسمه ايه؟ ايه؟ موريس. عفا موريس ده اسم موريس، عفا موريس ده اسم البندقيه حتى. موريس بيبتدي من فيلي فين؟ من الرينا الانجل الانتيريو سبيراكس باي. خلاص بقى من الرينا الانجل الانتيريو سبيراكس باي. طب بصوا يا ادله هنفتح اليوريتر. لو الابر بصوا اليوريتر الاول نضرب انسترومنتال تري. يلا يا عروسه ليه الحصوه دي تحب تعالجها ازاي؟ استني كده
لايسوتريبسي ولا لايسولافاكسي؟ لا ولو اقل من نص سنتي بتمشي كونزرف. لا بقى احنا لو جاب لي ستون يوريتر كده ده نقطعه اقول له العين جالي ان اجوني ولا ان بتوين ذا اتاك. ان اجوني بين كيلر. فاهمين يا باشا؟ فاهمين السيستم بتاع الاجابه؟ هو ممكن يجي يقول لك في السؤال كده ديسكاس ستون يوريتر. فانا ببدا بين العين جالي في اكيوت فيز ولا ان بتوين الاتاك. ولو جالي ان بتوين الاتاك حجم الحصوه هي الفيصل. اقل من سنتي حتى اقل من نص سنتي هتنزل. لو اكتر من نص سنتي بقى هتدخل. هتدخل انسترومنتال ازاي؟ هزقها في الكلى. بوش بانج واكسرها في الكلى. طب لو الحصوه هنا. تمام هدخل سيستوسكوب واعمل ميتوتومي واقوم شاددها بدورميا باسكت. فاكرين الاي ار سي بي وسفنكترات وميودورميا باسكت؟ ده برضه سيستوسكوبي وميتوتومي ودورميا باسكت. او يرتروسكوب مش ده. قول لي يا هلا ازاي تعرف ستوني اوريتر؟ قول لي ازاي تعرف ستوني اوريتر؟ لا اكتر من نص سم. لا اكتر من نص سم لازم نعمل ازول. ولا احنا في الحته اللي فوق بنزقها في الكدني ونكسرها في الاسفل. حاجه اسمها بوش بانج. ورا بوش بانج. طب ولو تحت ممكن ادخل ستوسكوب واعمل ميتوتومي واشدها بدورميا باسكت. ايه رايك في علاج الستوني ولا؟ تعالى هاوي طب يلا ولا مختلف؟ هاوي؟ يعني انت لما بتلاقي حاجه على النت بتبص عليها يعني. ولا قاعد ماسك ودن صاحبه والواد صاحبه يا عيني ودنه زرق وعمال يقول له طب كفايه كفايه. طب ازاي بنفتح اليورتر يا اولاد؟ الابر اند يورتر بنفتح عليه موريس انسيجن. الميدل سيرد يورتر بنفتح عليه حاجه اسمها ابرناس انسيجن. قوم يلا يا شعب. قوم يلا كده. قوم يلا يا شعب. بنفتح بص يا لا الميدل سيرد يورتر قدام. ابر سيرد يورتر هو اللي ورا. اليورتر ده بيبقى ماشي كده. يلا اليورتر بيبقى ماشي. انتوا عارفين اليورتر بيبقى ماشي بجسم الانسان؟ اه. فاحنا هنفتح حوالي حاجه اسمها ابرناس انسيجن من الانتير سوبر اكس فايل للميد انجوينال بوينت. من الانتير سوبر اكس فايل للميد انجوينال بوينت. يلا شاعر قول لهم هنفتح ايه؟ نفتح الميدل ثيرد يوريتر من الانتيرس بيك سباين لغايه اللايرز. قول لي اللايرز. سكين. اه. سوبرفيشال فاشيا. اه. بعد كده الاكسترنال اوبليك. اكسترنال اوبليك. بعد كده ترانسفيرس ابدومينس. بعد كده الانترنال اوبليك. الانترنال اوبليك. بعد كده ترانسفيرس ابدومينس. بعد كده ترانسفيرس ابدومينس. فاشيا ترانسفيرسال. ايوه ماشي اوكي. لا مفيش اوكي. انت ما قلتش هو ايه اللي اوكي؟ هو احنا هنقوم للراجل نقول له اوكي اوكي وتدي له واحد كوكاكولا. ماشي ماشي خد يا اتش. لا عايز طبقات يا حبيبي. نقف قدام الناس نكلمهم كلام جامد نقطعهم. قول لي طبقات. ها سكين سوبرفيشال فاشيا اكسين ادومن ليك انترن ادومن ليك ترانزفيرس ادومن ليك. تمام هتفتح البريتون؟ لا ما لا ليه؟ لان اليورتر مش جوه البريتون ده اكسترا بريتونين. هزيح البريتون بقى اجيب اليورتر. فاهمين؟ اه. طب لو عايز افتح اللور سيرد يورتر بفتح فانشتيل. قولوا لي فانشتيل ده مشهور في ايه؟ سيزيريان سيكشن. فانشتيل ده اكثر حاجه مشهوره عنه ايه؟ بي سايلنت.
خدتوا الابدومينال انسيجن صح؟ فاحنا بنفتح فنشتين ونعري اللور انديورتر. الديورتر اصله كبير شويه. طب لو حد عنده حصوه اولاد في اليورينري بلادر، بصوا بندخل اله اسمها لايسوتراي. لو حد عنده حصوه كده في اليورينري بلادر بندخل اله اسمها لايسوتراي واقوم ماسك الحصوه بسر. عارفين لعبه الباكمان بتاع الاكيد؟ مش كان في لعبه كده باكمان؟ احنا بدخل اله اسمها لايسوتراي واقوم ماسك الحصوه وهوب ضاغط عليها بشكل فرقعها بفنجرها على طول. آلة اسمها لايسوتراي، العملية اسمها لايسولاباكسي. يلا سألوني سؤال. أميرة سأليني سؤال يا أميرة. ليه يا أميرة مش شايفة؟ ليه احنا هنهزر؟ ده أنت لو ماينس 60 تشوفيني. وأنا كعكة بقول لك أنا مفتوح بينين الكعكة. لما تلاقي طالب بيكلمك بطريقه غير منطقيه، لا ده مش مظبوط. احنا كنا بندخل اله اللايسوترايت واكل الحصوه صح فجر. يلا سالوني سؤال، اسالوني كلكم سؤال. والله السترايد ده بندخله منين؟ من اليوريسترا. يعني مش شرط انه يتعمل لكل الناس. لا، لو في ستريكشر يوريسترا مش هعرف اعمله. لو في سينال لارج بروستيت مش هعرف اعمله. لو طفل صغير اليوريسترا بتاعته صغيره مش هعرف اعملها. يعني اللايسوترايد ده مش كل عيان عنده ستون يوريا بلادر بعرف ادخل لايسوترايد واكسرها. لا طبعا دي مشاكل يعني. طب لو ستون يوريسترا بندخل حاجه اسمها كروكودايل فورسبس. فورسبس شبه التمساح. امسك الستون اللي في اليوريسترا واطلع بيه. بندخل حاجه اسمها كروكودايل فورسبس. امسك الستون اللي في اليوريسترا واطلع بيه. ايه ايه هو بس اسامه كان موجود الصبح فانا كنت سالته سؤال فهو احرق شويه ما عرفش يجاوب السؤال جامد. هو جاوب يعني الحقيقه الواحد برضه يقول كلمه حق يعني هو جاوب شويه. فانا ايه هوري له حاجه ثانيه كومباراتيف ستاد. يلا يا شاعر قوم كلمني عن المليوريسرا. الاناتومي بتاع المليوريسرا. لا لا من غير تريقة. عارف حلو قوي. يعني في جزء بروستاتيك وجزء ممبرينس وجزء بنايل. طب في حته قبل البروستاتا؟ في حته صغيره اللي عليها الانترنال سفنكتر. تحب نسميها ايه؟ بري بروستاتيك لان الطب سهل. يعني الميل يوريسرا دي في بري بروستاتيك يوريسرا وبروستاتيك يوريسرا وممبرينس يوريسرا وبنايل يوريسرا. طب هو البنايل يوريسرا دي كم جزء؟ بلبر وبندرس. طب هات كده وقفل بشاور. بص على دي اليوريسرا بتاعت الميل عامله ازاي. في جزء بري بروستاتيك ده الجزء اللي عليه الانترنال سفنكتر.
وفي جزء بروستاتيك وفي جزء ماشي في الديب برينيال باوش ده اسمه ممبرينا سيريس. وبعدين في بلبس بارت وبندلس بارت. لما واحد بيجيله فراكشر بلفيس اللي بيتعور الممبرينا سيريس مش البروستاتيك، الممبرينس هي الاضعف هي اللي بتتعور. ولما حد يقع على الخازوق فولينج استرايد اللي بيتعور البلبر يرسل. بصفه عامه ستاتستيكال الكومن استرابشر يرسرا البلبر يرسرا. الكومن استرابشر يرسرا يعني الخوازيق هي الاكثر، الخوازيق هي الاكثر. الكومن استرابشر يرسرا البلبر يرسرا. الفراكشر بيلفيس بيعور ممبرينس يوريسرا. السؤال الجاي، طب انا ما اضغطش على الحته دي في رابشر يوريسرا ليه؟ بصراحه انا عارف ان انتوا ما خدتوش اناتومي لسه. فانا عارف ان انت معلوماتك عن يوريسرا بنتبول بيها. ولا بتعرف ايه عن يوريسرا؟ تقول لك بينزل بول، بينزل بول. بس هو ده معلوماتك. ايه بقى؟ يعني الموضوع مريع، يعني الموضوع مريع شويه. تمام؟ عشان كده ما رضيتش انا اروح بقى على الحاجات دي دلوقتي. حصل ان انا الصبح ايه سبت اسامه كده قلت له كلمني على اليوريسرا، فقال لي ان في بروستاتيك يوريسرا وبنايل يوريسرا. وقال لي البري بروستاتيك. الشاعر قال البروستاتيك يوريسرا والممبرينس يوريسرا والبنايل يوريسرا وما قالش البري بروستاتيك. فاهمين ولا لا؟ لكن هما الاثنين يعني بصراحه لا انا مبسوط، انا مبسوط لان انا عارف كويس قوي مستوى طالب بكالوريوس. مستوى طالب بكالوريوس ده تقول له اليوريسرا يقول لك بينزل بول. بس هو ده معلوماته عن اليوريسرا. وتعورت. بس نزل دم بس. فاهمين؟ وكنتوا طبعا كل واحد فيكم عارف من غير ما انا اقول يعني. طيب لو واحد عنده حصوه يمين وحصوه شمال ايه رايك يا دوش؟ لو حد عنده حصوه في الكلى اليمين وحصوه في الكلى الشمال تحب تعالج مين الاول؟ ايه؟ يعني بتبدا بالحلوه ولا بالوحشه؟ بنبدا بالحلوه ليه؟ قبل ما تبقى وحشه. برافو عليك. طب بص، حد جالك عنده حصوه في الكدني وحصوه في اليوريتر وحصوه في اليوريا بلادر وحصوه في اليوريسر. ابدا من تحت اسلك الطريق. يعني تبدا بايه؟ هو مش عارف تحت ايه؟ طب ازاي ده ابقى عارف البارس بتاع اليوريسا؟ بس كان هو ما عارفش ان تحت اليوريسا. ايوه دوش، يعني هتشيل حصل فين؟ اللي فين؟ وبعديها؟ لا بعد كده اليوريتر وبعد كده الكدني واخر حاجه البلادر. يلا توقع ليه؟ واسعة. يعني خلي بالك الستون يوريتر اخطر من الستون كيدني، لان الستون كيدني في الفسحه، الستون يوريتر في حته ضيقه فالباك بريتشر بتاعها اعلى. خلي بالك ان الستون يوريسرا تضرب في كليتين، لكن الستون يوريتر تضرب في كليه واحده. لكن اقل حته قلقاني اليوريا بلادر في الفسحه، الحصوه في الفسحه. اخلص يتم علاج الحصوات المسالك البوليه من تحت لفوق 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 ما عدا اليورانيا بلادر. فاهمين يا ولاد؟ يعني الراجل لو كان ختم القبليه ما عدا اليورانيا بلادر كان خلص لي تريتمنت اوف يورينري ستونز. فاهمين يا ولاد؟ يتم علاج اليورينري ستون من تحت لفوق باستثناء ايه؟ اليورينري بلادر. عشان شيرين قايله لنا قاعده جوهريه، جرح تاني ما بنعملش جرح تاني لما يخف ايه؟ جرح. ما انا هقول لك نفس العمليه ايه، ونفس اوضه العمليات ممكن افتح فيها اثنين ثلاثه. يعني تخيل لو انت مسكت واحد ورحت بقى ايه فتحه من هنا وش اللي حصل؟ وبعدين فتحه من هنا وبعدين الجرح بيشد عليه، الجرح بيشد عليه. لقيتين. وبعدين اسالك سؤال، هو انت ليه متوقعه ان احنا لما بنفتح كلى ده ما بيعملش ترانزيانت امبيرمنت في الفانكشن؟ يعني هيعمل. فانا لو فتحت الاثنين وخيطتهم فانا الفتره دي العين يعمل فيها ايه؟ يفلتر بايه؟ بنعالج المور ارجنت، بنعالج المور ارجنت.
المور ديتيل مشطوبه يا اولاد، المور ديتيل مشطوبه. هاتولنا الابستراكت بيروباسي. لسه الابستراكت بيروباسي يا اولاد. يا صاحبتك قوي. بتراجعي؟ طب اطلعي راجع معانا. الابستراكت فيروباس يا اولاد، الموضوعات اللي تهمني فيه هيدرونيفروزيس، اكيوت ريتنشن اوف يورين، كالكولاس انيوريا. بس ده لو احنا في كليه عاديه. انا هشرح كله، لكن بصراحه الباب ده اولاد بيدرس فيه ثلاث موضوعات: هيدرونيفروزيس، اكيوت ريتنشن اوف يورين، كالكولاس انيوريا. احب انا ابدا بمين؟ بالكالكولاس انيوريا. اشمعنى؟ عشان انتوا لسه واخدين بطنه بقى. طب البطنه بيشرحوا لكم حاجه اسمها انيوريا صح؟ ليه يعني؟ اكيوت رينال فيلير. وبعدين يفتحوا كلامهم كده يقول لك ان الاكيوت رينال فيلير اولاد بري رينال ورينال وبوست رينال. وبعدين يبدا الناس بتوع البطنه يقولوا لكم كده. البري رينال ده اولاد اللي هو الشوك. برينا الكوز ده اللي هو الشوك، ورينا الكوز اللي هو ايه؟ نيفروتيك سندروم ونيفريتيك سندروم. وبعدين البوست رينال يقول لك ما لناش فيه. البوست رينال ده جراح. انا جاي اكمل لك الموضوع، فاهمين؟ يعني الانيوريا ده مش موضوع جديد، بتوع البطنه مدوا ايدهم عليه. انيوريا اولاد يعني اكيوت رينال فيليور. في اسباب بري رينال واسباب رينال واسباب بوست رينال. انا النهارده بناقش معاك ايه؟ البوست رينال كوز. بص يا ولاد، يعني ايه كالكولاس انيوريا؟ يعني كومبليت اوبستراكشن لليوريتر اوف ذا اونلي فانكشننج كدني. كومبليت اوبستراكشن لليوريتر اوف ذا اونلي فانكشننج كدني. نفهم اكتر؟ يعني واحد عنده كلى كونجينيتالي ابس او سيرجيكال ريموت او عيانه وباظت، وبعدين الكلى الثانيه ظهر فيها حصوه راح تسد اليورين. هو ده الطابلون معتاد. يعني هقول لكم على حاجات يعني نسبتها قليله قوي، بس هو ده الطابلون المعتاد. تعالوا نشوف كده. انا لو حبيت ابقى شرير واحط في الامتحان حاله كالكولاس انيوري، ايه رايك يا محسن؟ ولو حد عنده ستون نطت من الكدني لليوريتر، العين يحس بايه؟ ايه؟ مغص. مغص. طب وانت لو وقفت في الاستقبال قبل كده؟ مره. شفت عم مغص كلوي؟ تعرف ازاي العين اللي عنده المغص الكلوي ده انيوريا ولا لا؟ غالبا اسكار على الناحيه الثانيه. يعني العيان عمال يقول اه يا جنب الشمال، اه يا جنب الشمال، وهو عنده سكار فين؟ على الناحيه اليمين. فاهمين يا ولاد؟ تفتكروا السكار اللي على الناحيه اليمين دي بتاعت ايه؟ اساله. قول له الجرح ده بتاع ايه؟ هيقول لك كانوا بيشيلوا لي الكلى الثانيه عشان كانت باظت. وهو دلوقتي عنده مغص على الناحيه دي. العيان ده سجستيف جدا للكالكولاس انيوري. وكان لو الدكتور مرعى حب يحط لكم حاله وقال لكم ان في واحد كان عنده كرينال بكل كيبين في اللوين راديتنج تو ذا جروين وبتاع، وانه عنده باست هيستوري اوف ستون كيدني وبتاع، وبعدين لما جيت تفحصه لقيت تندرنس على اللوين ولقيت الناحيه الثانيه عليها سكار مورس انسيجر، الراجل ده ما بيهزرش. الراجل ده عايز كالكولاس انيوريا. ولو انت مش مصحصح الجرح اللي الناحيه الثانيه ده مش هيلفت نظرك خالص. هتلبس في الحاله بمنتهى السهوله. اه بحاله من 30 انت هتعالجها على انها رينال كوليك. مش هتاخد بالك خالص من الجرح الثاني ده معناه كالكولاس انيوريا. ولما تيجي تناقشه انت مش هتجيب سيره الكالكولاس انيوريا خالص، وهو هيحلق لك في الدرجه.
فانا عايزك تاخد بالك ان موضوعي ده عباره عن ايه، رينال كوليك على ناحيه وسكار على الناحيه الثانيه، رينال كوليك على ناحيه وسكار على الناحيه الثانيه، فاهمين غلط؟ امال فكره ان حصوتين ينزلوا في نفس الوقت يسدوا الاثنين يوريتر كومبليت اوبستراكشن، احنا هنهزر؟ صعب قوي يعني، صعب حد يبقى عنده حصوه يمين حصوه شمال وبعدين حصوتين بصوا لبعض وقالوا يلا ويكا، راحوا الاثنين نازلين، قالوا له بارشل ولا كومبليت؟ قالوا له كومبليت، كومبليت، راحوا سادين الاثنين كومبليت. انا رايي ما تروحش تعالجه، ما تروحش تعالجه، لان وانت رايح تعالجه هتخبطك عربيه غالبا، ده ربنا عايزه. وحتى لو خدت بالك وانت بتسوق قوي هتلاقي عربيه كسرت الكوبري اللي فوقيك ونزلت، فاهمين غلط؟ ما ده برضه خلينا عمليين يعني، صعب يعني، وصعب يجيبها لي في الحاله، فاهمين؟ يعني صعب يحطها لي حاله. برضه من الحاجات الرير قوي الرينو رينا ريفلكس، فاكرين ان الكليتين بيبقوا بيتكلموا بعض في التليفون؟ فاكرين لما الكليتين كانوا بيتكلموا بعض تقول لها انا عملت له يا حبيبي النهارده حوالي 800 ام ال بول، تقول لها بسم الله ما شاء الله عليك وانت عملت قد ايه؟ تقول لها حوالي عملت له حوالي 1000، فاهمني؟ وبعدين كلموا بعض الحقيني يا حبيبتي صدوني صدوني مش عارفه عندي ولا نقطه بول، تقول لها والنبي ما نشوف البول يا حبيبتي، وتقوم قاطعه له بول يا كمان. رينو رينا ريفلكس حاجات يا اولاد راريتيز يعني ما نتكلمش فيها يعني، فاهمين هذا؟ لا طب والعاني اللي عنده كالكولاس انيوريا ده، العاني اللي عنده كالكولاس انيوريا ده عنده رينال كوليك صح، وعنده سكار على الناحيه الثانيه، تخيلوا لو سبته اللي هيحصل؟ المغص هيروح. اشمعنى؟ الكلى باظت. تعرفين ايه اللي عامل المغص؟ ان البول بيحاول يزق الحصوه فبتوجعه الريتر بتعصب، اما لما حصل كومبليت اوبستراكشن الكلى نزلت سكاكين الكهرباء مفيش بول فالوجع راح. بعديها هيبدا يخش في البيكتشر كلاسيك بيكتشر بتاع كرونيك رينال فيليا. تعرف ازاي عن كرونيك رينال فيليا بالانسبكشن؟ ارث لوك وايه؟ وهيكف. العانه ولاد تحسوا ان هو معفن ممسوح بيه الارض وماشي، تقول له معفن وخمرجي؟ هو ده منظر الرينا دلوقتي. بسم الله ما شاء الله بقيتوا جامدين يعني، دلوقتي انت بتبص على عين اصفر كده او اخضر بتطلب له كدني ليفر فانكشن صح؟ لو بصيت على عين لقيته شكله كده زي ما يكون ممسوح بيه الارض تطلب له كدني فانكشن على طول، انت بتبقى عفريت ولا ايه؟ مش دلوقتي ليكوا رؤيه؟ ان شاء الله. امال هناكل عيش منين؟ امين. ايه ده؟ ما هيقلب كرونيك بعد شويه، ما هو دلوقتي اكيوت. العام بيعدي بثلاث مراحل، مرحله الكوليك ومرحله التولرانس وبعدين يخش في الكلاسيك بيكتشر بقى بتاع كرونيك رينال فيلر، فاهمين يا ولاد؟ يعني الاول يخش مرحله الكوليك وبعدين مرحله التولرانس ان الوجع يروح وبعدين يخش في الكلاسيك بيكتشر بتاع كرونيك رينال فيلر. انت سالتيني سؤال يا دكتور، انا سالك سؤال، تحب تعملوا انفستيجيشن ايه؟ يورين اناليسيس؟ بيقولوا يعملوا اناليسيس؟ وعنده انيوريا، يعني لو اديته عين بول انبوبه وقلت لي هات بول يقول لك والله انا ما عنديش بول، لو تحب انت تجيب بول جيب بول. اشوفه منين؟ ما مفيش، ما ده في البطن اقل من 250، ده في البطن عندنا قطع خالص، ده كومبليت اوبستراكشن لليوريتر بتاع الاولي فانكشن كده، فلو جبت اديته انبوبه وقلت له نحل البول هتبقى محرج قوي. طب ممكن نعمل ايه بدل تحليل؟ نعمل ايه؟ نعمل بلين اكس راي. ادور على ايه؟ حصوه. اشوفها بنسبه كام؟ 90%. تحبوا نعمل سونار؟ تحبوا نعمل اي فيو؟ لا هو كده اذا كان موضوع اسمه انيوريا. والاي فيو ممنوعه في رينال فيلير، ازاي تعمل اي فيو لحد عنده انيوريا؟ فاهمين يا ولاد؟ امال نعمل له ايه بقى؟ هقول لكم على حاجه جميله، دايجنوستيك سيرابيت. دخلوا يوريتريك كذا
الموسيقى لما راح وصلت هندخل السكور وبعدين ادك كيورتريك كازتا تزق الحصوه وتعدي من جنبها. تعرفين لي الريتريك كازيتر ده ولاد لو زقت الحصى عدت من جنبها تجيب ايه؟ تجيب بول. يلا يلا لو الحصى اتزقت وجاب البول العين كده خرج من درس الكالكولاس انيوريا صح؟ دخل في درس ايه؟ ستون ايه؟ يعني لو القسطره عدت خلاص كده العين خرج من درس الكالكولاس انيوريا لانه جاب بول واصبح يوريتريك ايه؟ ستون. يا تزقها بعد كده في الكدني وتكسرها بالبوش بانج تكنيك يا تشدها بدورم يا باسكت. امال المشكله بتقابلنا لو ايه؟ لو الحصوه لو اللي اثرها ما عدتش. يلا فكر على طول. لا ده نفرسته. لو القسطره ما عدتش نفرسته. نفرستهم يبقى وبعدين ابقى اشوف بقى هفتح اشيل الحصوه امتى. لكن العام ده لازم يجيب بول دلوقتي. يا يجيب بول من تحت يا يجيب بول من فوق. يا يجيب بول بيوريتريك كازيتر يا يجيب بول بنفرستهم. يا يجيب بول بيوريتريك كازيتر يا يجيب بول بنفرستهم. يفهمني؟ كالكولاس انيوريا من الموضوعات المهمه يا ولاد. الاكيوت ريتنشن اوف يورين موضوع اخر ظريف جدا وسهل قوي، بس انا عايز اطمن الاول يعني ايه ريتنشن؟ انت ايه رايك يا دلال؟ ايه الفرق بين انيوريا وريتنشن؟ يعني لو حبيت اشرح لسباك اقول له ان احنا عندنا حنفيه وحوض وكوع. الانيوريا مشكله في الحنفيه يعني الماء مقطوع. الريتنشن المشكله في الكوع. فاهمين الفرق؟ يعني الدرس اللي انا درسته دلوقتي حالا من شويه كان حنفيه مقفوله. هو ده انيوريا. هو ده انيوريا. الدرس اللي هدرسه دلوقتي الكلاوي بتنزل بول لكن الصرف فيه مشكله. السؤال الجاي، طب هو ايه الفرق بين اكيوت ريتنشن وكرونيك ريتنشن؟ هو الكوع مسدوده توات اكستنت. لو الكوع مسدوده خالص، لو الكوع مسدوده خالص ده اكيوت ريتنشن. لو الكوع مسدوده بارشل ده كرونيك ايه؟ ريتنشن. نفهم اكتر، نفهم اكتر. واحد اليوريسرا بتاعته مسدوده خالص، يبقى ده عنده ايه؟ اكيوت ريتنشن. هيخش عليها دلوقتي يعمل ايه؟ يصوت. يصوت يقول لي ايه؟ محزوق 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 يا دكتور. اقول له الحمامه هو عندك. يقول لك يا غبي، يعني انا دافع كشف عشان اخش الحمام؟ ما اخش الحمام في حته ثانيه. فاهمين على قد الاكيوت ريتنشن؟ الاكيوت ريتنشن عن ان اجوني. هي وونت تو باس يورين بات هي كانت. فاهمين الاكيوت ريتنشن؟ ما عنديش بول خالص. And he wants to pass urine, but he can't. أمال عن الكرونيك ريتنشن هيخش علينا دلوقتي يعمل إيه؟ يقعد يحضر الحصة. ممكن يتحزق يخش الحمام؟ ممكن. ويعدي بول؟ بصعوبة يعني، مش مبسوط أو يعدي بول، عنده مشاكل. عنده هيزيتنسي فعنده مشاكل في تعدية البول بس بيعدي حبة بول. وبعدين تلاقوه حتى يقعد وبعد نص ساعة يخش يتبول وبعدين يطلع وبعد نص ساعة يخش يتبول تاني. اشمعنى؟ عشان البلادر مليانة فهي فانكشنالي بقت صغيرة. يعني فاهمين الفكرة دي؟ يعني البلادر أصلا مليانة بول فكل ما يوصلها حبة بول صغيرين يتحزق يخش يجيبهم يعني. فعنده فريكونسي وعنده ديفيكالتي بمكتريتشا بس بيتبول. واليورينري بلادر بتكبر واش يا واش لدرجه ان هي مش عامله له بين لان حصل حاجه اسمها اكوموديشن وكان دخلت الاكيوت ريتنشن غير دخلت الكرونيك ريتنشن خالص.
عيان الاكيوت ريتنشن اولاد داخل عليا ان اجوني بيصوت بيصوت ماله محزوق محزوق بط هي كان امال عيان الكورونيك ريتنشن اولاد بيخش علينا يقعد معايا عادي يقعد معانا بس عنده فريكوانسي اوف ميكتوريشن وديفيكولتي ميكتوريشن بيعدي بول ولكن ليس كما ينبغي بيعدي بول ولكن ليس كما ينبغي السؤال الجاي ده سؤال اي كيو يلا يا كريم قولي مين اللي يراه بلدها بتاعته كبيرة قوي الاكيوت ريتنشن ولا الكرونيك ايه ايه اكيوت ولا كرونيك ليه اصلا ما بيتوجعش فالرياب بلدر عماله تكبر قوي ما بيتوجعش لكن الاكيوت ريتنشن رياب بلدر يا دوب اتملت قوي بيصوت ودرا تعرفين الكرونيك هو الرياب بلدر بتاعتنا فين في جسم الانسان في الحوض مش في الابدو من على فكره في الحوض تعرفين الكرونيك ريتنشن ده توصل فين توصل امبلايتس كورونيك ريتنشن دي توصل امبلايتس السؤال الجاي وليه واحد يجي له اكيوت ريتنشن في يورو يعني في حاجه سد اليوريثرا سيناي لارج بروستيت ستون يوريثرا او سباينال كورد انجري او هيستيريكا واحد عايز يتجوز عليا قالوا له ما نقدرش نجوزك عليا عليها صايعه قال لهم يا عليا يا ما فيش بول وراح قطع بول ليه موجود طب انت تعمل ايه تعمل له سايكو سيرم تحاول تفهم انه عليا ما لهاش دعوه بالبول انت تبول دلوقتي بعدين تفهم في الموضوع عليا بعدين يعني معدش بول فهمنا الادم ده هيستيريكال ممكن بين ايوه بعد عمليه الهيمورويدكتوم بعد الهيمورويدكتوم البين ممكن تعمل ريتنشن او الولاده شوف الشعر افتكر على طول او البرن في البرينيوم واحد وهو ماشي لقى شمعه قعد عليه فلدع في البرينيوم فالوجع يعمل له ريتنشن فيور يلا قول له قول لي بقى ازاي نعمل الانالجيزيك اهم حاجه عشان لدع برافو عليك شاطر او اهم حاجه الانالجيزيك وبعدين بعد ما نديله انالجيزيك شجعه ان يعدي بول يو كان دو ات اتقدم اتقدم من كده نقعد نغني له تمام بعدين ممكن نفتح له الحنفيه وي دونت راش فور كاديتا شوف اولاد الصبح طبعا هم بيجاوبوا هو اللي عنده بين عامل له ريفلكس ريتنشن فيور نعمل ايه واحد يرفع ايده يقول لك نشجعه واحد تاني راح رافع ايده قال لك افتح له الحنفيه من غير بيلر ليف من غير بيلر ليف يا واحد بيقول لك هاي هاي مش قادر بقول تقول له كان دو ات قلت له مش شغال له بقى الاغنيه اتقدم اتقدم والله حتى لغايه ما الاغنيه تخلص مش هينفع ما هو السبب موجود السبب موجود واحد تاني يقول له افتح له الحنفيه افتح له الحنفيه ليه عشان تعذبه طب ده اعمل بين ده اعمل بين اول يعني اول حاجه البيلر ليف وانا شايف ان دي منطقيه يعني شايف ان دي منطقيه بعد ما تعملوا بير ريليف بقى نشجعه ونفتح له الحنفيه اند وي دونت راش فور ايه كاديتر امال لو العيان عنده اكيوت ريتنشن من حاجه ميكانيكال يعني ستون او برستاقة نشجعه ولا ده لا انت لو وديته الاستاد لو قدام 100,000 متفرج مش هياخد الكاس مش هيعدي حاجه ده فيلا فاحنا هنضطر نعمل اولاد ما قسطر طب لو قسطرت البول ما عدتش صبرا بيوكسس توسط يعني العيان ده اولاد لازم يجيب بول يا من تحت يا من فوق ملحوظه الانيوريا انا دخلت يوريتريك كازيتر فيلد نفروستوم الريتنشن انا دخلت يوريسرال كازيتر فيلد صبرا بيوكسس توسط فاهمين انها نفس الدماغ مع اختلاف مستوى الاف يعني عيان الانيوريا عشان اعالج حد عنده انيوريا ده مشكله في اليوريتر فدخل يوريتريك كازيتر مش يوريسرال يوريتريك كازيتر فيلد نفروستوم
امال الريتنشن يوريسرال كازيتر فيلد سوبرا بيوبك سيستوستومي. فاهمين ده؟ فاهمين الفرق بين الموضوعين؟ مين مش فاهم؟ يعني دلوقتي يا اولاد ايه الشاعر بيسالني سؤال بيقول لي يعني الاكيوت ريتينشن اوف يورين عمره ما يتحط تحت عنوان انوريا؟ لا، لكن يتحط ديفرنشال دايجنوز. يعني ازاي تفرق بين اكيوت ريتينشن وانوريا؟ ما هما الاثنين ما بيعدوش بول، ازاي تفرق بينهم؟ حس البلادر هي فاضيه ولا مليانه. اثر العيان، لو العيان جاب بول يبقى ايه؟ ريتينشن. لو ما جابش بول يبقى ايه؟ انوريا. فاهمين؟ يعني الاكيوت ريتينشن والانوريا هما الاثنين ما بيعدوش بول، فهما ديفرنشال دياجنوز لبعض. بس الانوريا على مستوى الحنفيه والريتينشن على مستوى الحوض وايه والكوع. فاهمين؟ طيب الكرونيك ريتينشن اوف يورين، هقول لكم حاجه وانتوا تقولوا لي ليه. العام بتاع الكرونيك ريتينشن اوف يورين لو حطيت له قسطره وفضيت اليورين بلادر هيبقى شكد ويموت. بس قال لي كلام جميل، قال لي انت قصدك عشان في اوفر ديستنشن للبلادر، فلو انت عملت لها سادن ريليف هيحصل له سبلانكينج شوك زي البولي هيدرامينس. بالظبط زي ما انا نفسي اشرحها، ده مختلف خالص على اللي سمعته الصبح. بقول للولا واحد عنده كرونيك ريتينشن يورين واليورينري بلا، قال لي ده مات من الفرحه. بقى شوف ده مات ليه؟ قال لي من الفرحه انه عدى كل البول ده. يعني شاف البول ده كله عدى فرح مات. وكله معاه كارنيه وكله بيتخرج يعني. طبعا بتوع اول ناس شرحوا الحكايه دي مفروض حلو بتوع النساء، كان يقول لكم الام اللي عندها بولي هيدرامينس ده اليوترس الكبير ضغط على البلاد فيسل بتاع الانتستين، فضغط على البلاد فيسل بتاع الانتستين فالانتستين بتتنفس انيروبيك وعماله تراكم لاكتيك ايه اسيد، ففي فازو دايلاتيشن بس مفيش دم داخل. لو انت جيت فضيت الامنيوتيك فلويد مره واحده يخش الدم جش على دايليتد فيسل، يوم يحصل بولينج اوف بلاد في السبلانكريك اريا اللي هي منطقه البطن، يوم الام تبقى شوكت. وساعات يحصل كمان بلاسنتال سيباريشن. عشان كده كان مشهور قوي لما تيجي تفضي بولي هيدرامينس تحط قسطره بكلام، وكل شويه تفضي شويه كل شويه تفضي شويه. الطلبه طبعا في طلبه عارفه الكلام ده من السنه اللي فاتت، وفي طلبه اولاد اتحرمت من التعليم والفرصة لسه ايه قدامه. وخلي بالكو ان خالد محدش يتهمه ان هو ما قالش. انا كنت زمان بفتكر ان هما ما بيقولوش، لا اولاد بيقول بقى مرة ايه، انا بقول حاجة تلات اربع مرات لا طالب بسيط. فهمين اولاد؟ فالبولي هيدرامين السؤالات بيتفضى حبة حبة. وبعدين النهاردة انا بشرح نفس الكلام، اليورينري بلادر لو مليانه بول على الاخر بتضغط على السبلانكريك اريا تقوم تخلي الانتستين تتنفس ايه؟ تتنفس ايه يا لد اهو؟ انيروبيك. وهيتراكم ايه؟ ولو عملت لها صادن دي كومبريشن يحصل بولينج بلاد في السبلانكريك اريا وهيماتوريا. عشان كده بنحط القسطره بكلام ونفضي اليورين واش يا واش. نحط القسطره بكلام ونفضي اليورين ايه؟ واش يا واش. ازيك يا امير؟ انا حاسس ان انت بتسمع الحصه فروم زلاند بياند بياند. عارف يا اميره حكايه ان احنا نفضي البول واشيه واش ايه واش؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه اللي جاب اكيوت ريتينشن؟ هيحصل له شغل على خيرة الله. لازم نفضي البول ايه؟
الأشياء. هتقولنا أولاد إيه موضوع الهايدرونفروز. طولنا الصبح ليه؟ كانت جامدة شوية. حمدي قولي يا حمدي يعني ايه بنفضي البول وش واش؟ ازاي بنفضي البول وش واش في البول هيدرامينس؟ يعني ايه وش واش؟ بالراحة. عارف اغنية وش واش يا شيخ حمدي ولا لا؟ لا لا مش دي، ده كان في اغنية عظيمة للفنانة ايفا، اللي ايفا فنانة كانت عظيمة، اول مسمار في نعش الاغنية المصرية كانت اغنية وشوشني حبيبي في وداني وشوشني وشوشني خلاني اقوله من تاني وشوشني يا وحشني يا سيدي واش يا روحي واش يا عيني واش وش واش وش. ايه رايك يا شيخ حمدي في الاغنيه العظيمه؟ كانت من الطبقه المثقفه في زمانها. ايفا لا عملت شريط واحد اصلا. ايفا ايفا اللي قتلها عدويه يعني. ايفا طلعت طلعت الشريط ده، هي على فكره عدويه مش اول واحد هبط بالاغنيه المصريه، لا كان قبليه ناس كرييتر يعني. ايفا دي كانت اول واحده طلعت مع منير في نفس الوقت، كان منير بيحاول يطلع كده وهي بتشد. بعديها بقى طلع عدويه حته مارون جلاسيه محشيه شوكولاته شوكولاته النطقه والنطقه و لا لا عدويه بقى ايه بدا بقى ايوه تتا تتا اسمها انت الدين اغاني يا اولاد والله العظيم يعني ايه؟ ده كده على كوبري عباس ماشي وماشي الناس. هو ده كوبري عباس ده هنا صح؟ طيب انتوا اولاد منطقتكم مخلده في التاريخ، غنوا لها في كل حته. يلا اولاد هيدرو نفروز. يعني ايه هيدرو نفروز اولاد؟ يعني ميه في الكلمه. خلاص شيخ حمدي انت على اخر السنة هتبقى كده. هايدرو نفروس اولاد يعني مية في الكلى. امال هايدرو كفلس يعني ايه؟ مية في الدماغ. امال هايدرو سوركس يعني ايه؟ ميه في الصدر. امال هايدرو سيل يعني ايه؟ ميه في التيونيكا فاجيناليس. انا ليه مش سامع، ليه مش سامع الكلام زي ما انا عايزه؟ السؤال الجاي، طب ما الكلى فيها ميه. ايوه ما دي ميه زياده. زي ايه؟ زي ما الشيست كان فيه ميه سين فيلم فلويد، والهايدرو سوركس ده ميه زياده. ميه زياده جوه الكلى؟ طب وايه اللي يحوش ميه جوه الكلى؟ الصرف مش حلو. الصرف مش حلو ولا مسدود؟ لا مش حلو. ما هواش كومبليت اوبستراكشن. لو كومبليت اوبستراكشن رينال شت داون. ده بارشال اوبستراكشن. ففي حبة بول بيعدي وحبة بول لا، قرش ورا قرش الحصالة بقى لها ايه؟ كرش. هو ده الهيدرونفروز. السؤال الجاي، طب لو البول يا اولاد عمال يتحوش كده البلفي كاليسيال سيستم هيتنفخ. البلفي كاليسيال سيستم هيتنفخ. يلا بقى نعرف الهيدرونفروزس. دايليتد. بص يا اولاد شوف الكلمه الجميله اسيبتك ودايليتد بلفي كاليسيال سيستم. بص يا اولاد دايليتد بلفي كاليسيال سيستم ديو تو aseptic dilatation of the pelvic calcium system due to partial obstruction partial or intermittent aseptic dilatation.
هو انا لو غيرت كلمه اسيبتك وحطيت سيبتك يبقى باينفروز، يبقى باينفروز كده مظبوط. اسيبتك دايلاتيشن اوف ذا بيلفيكاليسيال سيستم ديو تو بارشال اوبستراكشن. السؤال الجاي، طب وايه اللي ممكن يعمل هايدرونفروزيس؟ ايه اللي ممكن يعمل بارشال اوبستراكشن؟ يعني مثلا اسباب في الكلى، اسباب في اليوريتر، اسباب في اليورينري بلادر، اسباب في اليورينري علق الكدني اوريجنال ستون كدني مثلا صعب ليبري جنكشن اوبستراكشن مثلا. علق يا دكتور، اسباب في الكدني، اسباب في اليوريتر، اسباب في اليورينري بلادر، اسباب في اليورينري او يوريتر ستون. انت هتتكلم عن ريتنشن ولا انيوريا ولا ايه؟ لا مش هتكلم عن انيوريا، ما انا ما بتكلمش على كومبليت اوبستراكشن، بتكلم على بارشا. ايوه بس انت لو اتكلمت تحت بتكلم على ريتنشن، انا مش معترض، ما انا هتكلم على حاجه تعمل كرونيك ريتنشن. وبعدين لما البول يتنفى يملى اليوريا بلادر قوي يعمل ريفلكس، يوم يعمل فازايكو يوريتريك ريفلكس، يوم يعمل هايدروتر هايدروفروز. ادي اول معلومه. انا ما بتكلمش عن انيوريا خالص، يعني ما بتكلمش على كومبليت اوبستراكشن، انا بتكلم على بارشال ايه اوبستراكشن، فاهمين؟ طالما بتكلم على بارشال اوبستراكشن في اليوريتر او الكيدني فانا هتكلم على هيدونفروز. طب وتحت؟ تحت بتكلم على كرونيك ريتنشن، والكرونيك ريتنشن ده بعد وقت لما اليوريا بلادر تتنفخ على الاخر هيحصل ريفلكس فازايكو يوريتريك ريفلكس، ويعمل باك بريشر ويعمل هيدرويوريتر وهيدونفروز. مين على ده؟ لا. السؤال الجاي، طب ايه ممكن يعمل بارشال اوبستراكشن كيدني ويوريتر كده؟ يعني مثلا اسباب كونجينيتال بيو جي ابنورمال فالف عند الفالف يوريتريك جارج بيعدي حب البول وحب لا، او ابارنت رينال ارتري. ابارنت رينال ارتري قولي اقول الاستراكشرز اللي في الهايلم اوف ذا كيدني بالترتيب من قدام لورا. فين؟ من قدام لورا. بيلبس ايه؟ من قدام. فين؟ ارتري بيلبس ويوريتر. طب لو في ابارنت رينال ارتري هيبقى فين ارتري بيلبس ويوريتر ارتري، فيبقى البيلفي ريتريك جانكشن معمول عليه نات كراكر افكت بين الرينال ارتري والابارنت رينال ارتري ويعمل هايدرونفروز. هورشو كدني مثلا، يلا طلع ايديه وريهم الهورشو كدني. اعمل كده ده النورمال كدني. يلا نعمل هورشو. ساعات يلا وريهم النورمال. اوصف الابر بول اقرب لبعض عن اللور بول. شوف الهورشو اللور بول يبقى اقرب لبعضه وتلف يبقى فيها مال روتيشن. البريدج بتاع التيشو اللي بين الكليتين دول لو عدى عليهم اليوريتر البريدج بتاع التيشو لو عدى عليهم اليوريتر يعمل باك بريشر على الكلى ويعمل هيدرونفروزيس من الكينك لليوريتر. واضحه لك؟ تعرفين ممكن اقولها مثلا حاجه تسد اليوريتر، تعرف تسد لهم اليوريتر؟ يعني من جوه او في الوول او من بره، قول لي من جوه. ستون من الوول. ستريكتشر تخلص. كلمهم عن ستريكتشر. الكونجينيتال بيبقى ايه؟ اشمعنى؟ ما نعرفش اللي هي، برافو عليكم تمام. ايوه كده، ايه اتريزيا؟ ليه؟ ما اعرفش اللي هي يا باشا. اكوايرد تروما تروما انفلاميشن تيومر. قول لهم تروما في اليورت. تروما اوبن وكلوز او ياتروجينيك. قول لهم انفلاميشن. انفلاميشن سبيسيفيك، لو صار في الكونكشن ستراكشر سبيسيفيك ولا سبيسيفيك وبين بس
قول لهم سبيسيفيك ايه؟ سبيسيفيك زي تي بي او بالهرسيا تي بي او بالهرسيا. طب قول لهم حاجه من بره تضغط على اليورت تيومر. قول لهم اشهر تيومر انت تعرفه بيضغط على الاثنين يورتر يموت العام رينال فيلير وده اشهر سبب للوفاه. سافر للدكتوره محسن علا. طبعا انا احب ان محسن وعليا وكل الناس يقولوها. انا احب كده, احب ان الطالب لما يعدي من النساء يبقى النساء علمت عليه. دي حاجه مشهوره قوي في الكانسر سيرفيس ان الاثنين يورتر معديين جنب السيرفيس, فلما بيطلع السرطان في السيرفيس بياكل يورتر ويموت العام لينا. في حاجه مشهوره قوي. انتوا عارفين انا مبسوط جدا بعد الظهر. لا انتوا فارقين عن بتوع الصبح. الصبح قاعدين بقول لهم كانسر سيرفيس بصوا لي كده. قالوا كانسر سيرفيس يعمل ايه؟ قلت له وايه اللي جاب الكلاوي من جينيتال سيستم؟ قال ده يورينري ده جينيتال. وكله يابا بيبقى معاه كارنيه وبيتخرج وبيتجوز ويجيب عيال لمصر. طيب انتوا عارفين في حاجات احيانا في دوار بلادر ستوم في البلادر برضو تي بي في البلادر بالهاريسيا في البلادر كلام ثابت. يلا نتكلم عن اليوريسترا شويه. قول لهم تعرف ايه عن الفيموزيس؟ تعرف ايه عن الفيموزيس؟ نار اوبننج البريبيوس جدع. وده من عنده بايه؟ سيركمسيجن. طب احكي لهم على البارافيموزيس. سيركمسكرايبد ازاي؟ سيركمسايز في بلاد الفرنج ازاي؟ لما بيحرك البريبيوس لورا ليه؟ بيحركه لورا ليه؟ بيقول لي يا بحب بقول له بحرك. خلاص انت حبيبي خلاص والله عشان بعسل. وبيحرك البريبيوس لورا كده يا ولاد عشان يشيل السميجما. ايوه عشان يشيل السميجما. بياخد شاشه يبلها كحول. بيجيب كحول منين؟ من البار. ما هو طول اليوم بيستعطوا. فياخد شويه كحول كده يا ولاد ويقعد بقى يمسح الايه؟ جلانز بينس كده يشيل السميجما وبعدين يرجع البريبيوس تاني. فساعات بيرجع البريبيوس ويجي يشيل السميجما يقفش يعملوا قديمة في الجلانز بينس. ما عرفش يرجع البريبيوس هيحصل جنجرين في الجلانز بينس فبنعمل له سيركمسيجن. دي حاجه اسمها بارا في موز. بذمتكم انا قلتها كم مره؟ ثالث مره. طب خلي بالك من حاجه بقى, ان سيدنا نوح غير دلوقتي. انا ما عنديش 1000 سنه, لا املك ال 1000 سنه. انهار بقى. طيب طبعا ممكن قسطره تعمل استركتشر يوريثرا. انت قاعد يا دكتور قول لي لو شفت جار تعرف ازاي ان الجار ده فيه هيدرونفروز؟ هتلاقي جار كده فيه كدني كبيره ومالها بقى؟ دايريت البنت. قصدك مليانه سيست؟ مليانه سيست عامله كومبريشن على رينال تيشو, لكن السيستس دي كوميونيكيتنج وذ بلبس. وده عكس ايه؟ يلا بقى قولي كده الجار بطريقه ثانيه. هلاقي كدني كبيره مالها بقى؟ مليانه سيست كوميونيكيتنج وذ بلبس وعامله رينا الاتروفي للانسجه اللي حواليه. لعلمكم ده الجارات اللي هنشوفها يعني. طب هو العيان اللي عنده بولي سيستك اللي عنده هيدرونفروزز دوت, هو الهيدرونفروز ده مرض يالا؟ يعني انا مبسوط من الفكره قوي ان الهيدرونفروز ده مش مرض, ده كومبليكيشن. يعني انا عنده مرض تاني عمل له هيدرونفروز وكاني عايز اوصل انا وهو الحاجه.
ان الكلينيكال بيكتشر بتاعته هو كلينيكال بيكتشر بتاع مرض ادت الى ادنوفروز. حلو قوي. عيان عنده مرض باعراضه ازاي بتتوقع كسمتم ان عنده هيدرونفروز؟ بصوا يا ولاد، العيان يقول لك اشرب ميه تقلف جنبي، بعد ما اشرب ميه بشويه تقلف جنبي، فاهمين؟ خلي بالكم ان العيان اصلا عنده اعراض بروستات، يعني العيان عنده اعراض الاوريجينال كوز، لكن الحدث الجديد عليه انه لما بيشرب ميه بيحس بتقلف جنبه. فاهمين على ده؟ لا. السؤال الجاي، طيب هو لما اجي احس بطنه احس ايه؟ دينا الماس. انا مبسوط منك. طبعا انت عارف السؤال الجاي ايه؟ الكاركتر اوف رينا الماس. بلاتابل. ايوه، شكرا يا دكتوره. اتفيل زارينا الانجل، دي اهم كلمه. فيل زارينا، لا هو قال لي اول حاجه بلاتابل، اول حاجه اتفيل زارينا الانجل. اتبلوت ذير از باند اوف ريزونانس ان فرونت اوف ات. عارفين الصبح اسال ولا صمويل، تعرف ازاي يالا ان دي كدني؟ قول لي بوسي. قول له بوسي مين يالا؟ قول لي بوسي. على بوسي سيرت. تعرف يالا ازاي انها كدني؟ يقول لي بوسي. ايه علاقه بوسي بالموضوع ده؟ يعني الحاجه الوحيده اللي تعرفك ان دي كدني انها بوسي سيرفس. ايه طبعا هبقى مبسوط قوي لما اقول لك تعرف منين دي رينا الماس، تقول له تشيل زارينا انجل، وبعدين بالوكس، وبعدين ذير از باند اوف ريزونانس فرونت اوف ات. ايه الباند اوف ريزونانس فرونت اوف ات؟ قولوا انا كله يمين. يمين يبقى ايه؟ باتك فليكشر. شمال ايه؟ هو الحقيقه ان الترانسفيرس كولون يمين، الترانسفيرس كولون شمال، برضو الترانسفيرس كولون، بس عند اليمين بيبقى الهيباتيك فليكشر كله على الكدني، عند الشمال بيبقى ترانسفيرس كولون وبيكمل السبلين فليكشر قرب السبلين، بس هو ترانسفيرس كولون يمين، ترانسفيرس كولون شمال، ترانسفيرس كولون، لان الطب ايه؟ سهل. ايه يالا بيقول ايه؟ انسيدنت؟ حتى دي بيجاوبوها غلط. بيقول لي حتى دي بيجاوبوها غلط. يعني العيان بتاع الهايدرونفروز يا اولاد عنده كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز. العيان بتاع الهايدرونفروز، انت قال انت اهو، العيان بتاع الهايدرونفروز عنده كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، وعنده سيمتوم انه لما بيشرب بيحس بتقلب جنبه، وعنده ساين ان بحس رينال ماس. ايه رايك يا اميره، تحب نعمل له انفستيجيشن ايه؟ طب واليورين مين يعمله غير دكتور المسالك؟ نعمل؟ بعدين لو عملنا يورين ممكن نلاقي ايه؟ نلاقي بصل؟ طبعا مش هلاقي بصل، لان انا بتكلم على هيدرونفروز، والهيدرونفروز ايه؟ اسيبتك. شوف يا ولاد اميره بنت والله كم العقلة. قلت لها طب اليورين انس مين يعمله؟ قالت لي اعمله. قلت لها طب يا اميره نلاقي بصل في اليورين انس؟ قالت لي اعمله. ممكن تلاقي بص اقول لك كم خليه. وبعدين تفاجئ ان الموضوع اللي انا بتكلم فيه اسيبتك دايلاتيشن اوف ذا بلفيكال سيلسس. انت قلق. طب بعد اليورين انالس هتعمل له ايه؟ بلين اكس راي. على فكره المسالك كلها يورين، بلين اكس راي، الترا ساوند، كدني فانكشن، اي بي يو. هتلاقي في البلينكس راي ايه؟ الستون. هلاقي الستون. او الاقي ايه؟ سبايدر ليك ده اي فيو. هلاقي اوبسكيور دي سوا الشادو. ما انا عارف انه صح، ما انا الدكتور.
يعني حلاق الستون، ولو كدني كبيرة هتعمل أوبسكيور سوى الشادو. طب لو هتعمل ألترا ساوند تلاقي ايه؟ دايليت بيلفيكال سيل سيستم. لا عملنا اي فيو، بص هلات حلاقة في الاي فيو ايه؟ في لاتنج الاول في البلفيكال سيل سيستم، وبعدين بالوني، والكلى تبدا تتاخر في الافراز. يلا وحش، ازاي تعالج حد عنده هيدرونفروز؟ اه بشرط يبقى ان الكلى تبقى شغاله. يعني هو بيقول لي تريتمنت اوف ذا كوز، صح، بس بشرط ان الكلى تبقى شغاله. لو الكلى شغاله عالج الكوز، لكن لو الكلى بايظه شيلها. يعني ادفع فلوس عشان افتح بطني واشيل كلى بايظه؟ ايوه، عشان ما تعملش رينال هايبرتنشن وانفكشن. طب لو واحد عنده بايلاترال هيدرونفروز تعالج اليمين الاول ولا الشمال؟ اه بنبدا بالحلو، فاهمين يا ولاد؟ طب لو الاثنين بايظين؟ بقول لك الاثنين بايظين تقول لي بالحق. اه الاثنين بايظين زي بعض، ما ده يبقى رينال فيلير، هعمل له دياليسيز وكدني ترانسبلانتيشن. تاني تاني، ازاي اعالج يونيلاترال هايدرونفروز؟ ازاي اعالج يونيلاترال هايدرونفروز؟ لو فانكشنينج ريز ذا كوز نوت فانكشنينج نفركتوم. طب لو بايلاترال هايدرونفروز؟ لو بايلاترال هايدرونفروز، لو بايلاترال هايدرونفروز هي فانكشنينج ولا نوت فانكشنينج؟ لو فانكشنينج هعرف ازاي؟ انا عايزكم تتفرجوا تتفرجوا. بصوا يا كان في دكتوره الصبح عماله تقول لي الراجل في الامتحان عمال يسالها يعني ايه دي في تي، تقول له يعني الديب سيستم في ثرومبوزس، يقول لها برافو. تخيلي زمايلها عملوا فيه ايه؟ مسحوا بيه الارض. اكيد زمايلها مسحوا بيه الارض يا ولاد. يعني الراجل لما بيسمع منك مين، الراجل يسالك كده مين بنى هرم خوفو، تقول له خوفو، يقول لك يا سلام. تفتكروا ده الراجل ده اتعمل فيه ايه؟ شوف انا لما امسك الطالب كده شوف الريسبونس بتاعه، اقول له بايلاترا هيدرونفروز الاثنين بايظين، يقول لي اه، اقول له تعرف منين ان هم بايظين؟ اه وبعدين تلاقي الطالب بيرد يقول لك اعرف منين ان الكليتين بايظين؟ يوريا وكرياتينين. اه ما انت ما تستفيدوش، تقول له طيب افرض انت لقيت اليوريا والكرياتينين كويسين، بس انت عايز تعرف انهي كلى اللي اوحش من التانيه. اي في او ايزوتوب. طب مين اظبط في كده؟ فاهمين انا عايز ايه؟ هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا عايزه. ازاي تعالج يونيلاترال هيدرونفروز؟ دي هبله. لو الكلى سليمه عالج الكوز، لو الكلى بايظه شيلها. امال مين اللي صعبه يا اولاد في الدسكشن؟ البايلاترال. لان البايلاترال هيدرونفروز هيسالك ازاي تعالجه، فهيقول لك هتقول له كدي فانكشننج ولا نوت فانكشن؟ هيقول لك فانكشننج، تقول له هبدا بالبيتر فانكشن كدي. هيسالك تعرف منين ان هم فانكشننج؟ تقول له من اليوريا والكرياتينين. هيقول لك تعرف ازاي مين احسن من الثانيه؟ هتقول لهم الاي فيو او الايزوتوب. يسالك طب مين مين الادق في التعبير؟ الايزوتوب. هبدا بايه؟ هبدا بالحلوه. طب لو الكليتين بايظين، هو هلاقي اليوريا والكرياتين عاليين، ده رينال فيلير، ده دياليسيز وحضروا الكدني ترانسبلانتيشن. ايه الفرق بيننا وبين بتوع البطنه؟ بتوع البطنه يشتغلوا على بارينكيمتاس رينال ديزيز،
نفروتك سندروم نفريتك سندروم فاهمين يا رز؟ فعشان كده أول ما الكلى تبوظ يعملوا كيدني ترانسبلانتيشن على طول. إحنا بنشتغل على بوست رينال اوبستراكشن. فأقول لك لو الكليتين بايظين اعملوا نفروستومي. لو اتحسنت عالج الكوز. ما اتحسنتش يبقى دياليسيز وكيدني ترانسبلانتيشن. إشمعنى؟ عشان إحنا بنشتغل على بوست رينال كوز. هما بيشتغلوا على رينال كوز. عشان كده أقول لك رينال كيدني باظت كيدني ترانسبلانتيشن. احنا لا احنا ناخد خطوه عليهم نفرستهم لعل وعسى ان انا ما افك الاوبستراكشن واحده تتحسن فاهمين على ده لا انا فاضل لي 5 دقايق بالظبط عايز بس حد يكلمني عن استراكشر يوريثرا مين بقى هيكلمني عن استراكشر يوريثرا انزل انت بقى شعر هات لي كريم تعالى يا كريم يعني قريب مش بصوا الأد هو استريكتشر يوريثرا ده عمره ما جه يا واحدة موضوع الاستريكتشر يوريثرا ده عمره ما جه فأنا عايز أشوف أنت لو جالك استريكتشر يوريثرا مفاجئ وأنت مش قريب هتتصرف إزاي؟ هعرف إزاي من راندوم سامبل اللي هو الواد كريم شوف كده لو جاله استريكتشر يوريثرا هتتصرف إزاي؟ فكر كده يا كريم كلوز دو ياتروجين خلي بالكو ايه ادي اول حاجه انت اندر ستريس بتحصل لك بتهيس في السيستم وده يبقى انت لسه ما انتاش ناضج انف فاهمين يعني هو بدا كونجينيتال كويس جدا اقوى طبعا كونجينيتال ممكن هنا تحط في موزيس او بصيري ريسرال فالف يعني ممكن تحط حاجات لكن السيستم اتريزيا انا موافق فاهمني وبعدين القرايه تعمل لك ايه اكسبانشن للداتا طب اكوايرد تروما تروما ايه هو قال لي فورينج استرايد صح فراكشر بلفس صح استره صح كل ده يخضع العنوان ياتروجينيك اوبن وكلوزد وياتروجينيك طب كلموا عن انفلاميشن في اليوريس جونوريا تي ايه بي ده مفيش الا بي تي بي او ايه او بي ايه بالهرس دي يا اولاد هو تي بي تيجي في اليوريثرا تيجي في احد مش التي بي كان معدي في اليورين بالهرس بتيجي في اليوريثرا وتعمل وتيجي في الكورد وتعمل العقم والعياذ بالله طب انت كلمتهم عن كوز يلا قول لهم اللي عنده ستريتشر ريستر ده بيشتكي من ايه حسب بارشر لو بارشر هيبقى كرونيك ريتنشن هيجي له كرونيك ريتنشن في يورين لو كومبليت هيبقى اكيوت ريتنشن تمام يعني الستريتشر ممكن يعمل اكيوت ريتنشن او كرونيك ريتنشن الغالب انه هيكون ايه كرونيك ريتنشن الغالب انه هيعمل كرونيك ريتنشن في يورين يلا احكي لهم ازاي تعرف ان حد عنده كرونيك ريتنشن فيور كلينيكالي يعني سيمتوم ساينس هو كان بيشتكي من فريكوانسي وبيشتكي من استولوجي استولوجي يعني 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 العام بيقول لك انا ايه مخزن مخزن يبقى جاي من اليمن يعني يقول لك ايه يالا عندي صعوبة في التبول وبخش الحمام كتير صعوبة في التبول ده بيسموها ايه ريستانسي وبخش الحمام كتير يسموها ايه فريكونسي عايز اولاد تبقى متع كده
اوعى تفتكروا يا اولادي ان في حد بيقرا كل حاجه. اللي بيقرا المنهج كله زي بعضه بنفس القوه ده هبل، مفيش حاجه كده. لازم هيبقى في نقط اضعف من نقط. كفاءتك وقدرتك على اداره السؤال هو ده اللي بتفرق طالب من طالب، يعني فاهمين؟ يعني انت جيت تتكلم على ستركتشر يوريثرا، فانت قلت لهم اسباب، الاسباب دي كانت كونجينيتال واكوايرد والاكوايرد تروما انفلاميشن تيومر، وبعدين بديت تكلمهم عن الكلينيكال بيكتشر، فقلت لهم ان الكلينيكال بيكتشر بو بلادر اوت فلو اوبستراكشن، بو ده بلادر اوت فلو اوبستراكشن. هو بلادر اوت فلو اوبستراكشن دي يعني ايه؟ يعني كل ما يجي يتبول يتحال على نفسه مش عارف يتبول حلو، هيستنسي، وبعدين عنده فريكوانسي لان لو بلادر مليانه بول فمفيش سعه لبول كتير، كل شويه يخش الحمام يتبول. تمام. وبعدين ممكن يو تي اي وديسيوريا. انت عارف ساعات الخبطه خبطه تعمل ستريكشر وفيستلا، فممكن العيان يبقى عنده ستريكشر وفيستلا. يعني انت عارف الستريكشر ده ممكن يعمل ستونز. طيب هو العيان اللي عنده ستريكشر يرسرا ده تحب تعمل له انفستيجيشن ايه؟ ايرسوروجرافي يعني تحن صبغه وتصوره، وانا موافق. او ايه؟ وهو قال لي ميتيريشن سيستوجرافي، وانا ما عنديش مانع. يعني ايرسوروجرافي شغال، ميتيريشن سيستوجرافي شغال. انتوا مالكم بتاع كده يا ولاد؟ ايوه طبعا، منظار منظار. هو ما قالش يا شاعر، وانت كمان ما قلتش. لا في الامتحان اخترت البريم. بلاش احراج بقى، قول لي دي حته ثانيه في الاسوفجس. لا ده سنس، ده سنس ان احنا لما بنلاقي اليومن، اليومن استخراس يالا، لما نلاقي اليومن في حاجه بتدخل منظار. وانا قلت لكم الحكايه دي 90,000 مره، الجراح لما يلاقي اليومن بيقوم يدخل منظار، طب ولو ما فيش خرم لليومن بيقوم خرمه ومدخل منظار، وقلت لكم المثال الركبه. طب احنا نعمل اليرستروسكوب الاول ولا المنظار الاول؟ البريستاليسيس، يوريني البريستاليسيس احسن من المنظار. اه بس لا البريستاليسيس مش الالم. انا قلت الباريم يوريني الفانكشن والاناتو، لكن المنظار لو حد مثلا فلق بلع فورم بودي، انت هتشربيه باريم؟ منظار. لو حد عنده كانسر منظار، لو حد عنده اكاليزيا منظار. طبعا حاجات الموتيليتي الباريم فيها افضل شويه، الموتيليتي بس، لكن بصفه عامه ديسفيجيا منظار. بلاش، هقول لك حاجه ثانيه، هو انت لا تعمل اليرسروجرافي الاول ولا منظار الاول؟ المنظار الاول. ليه ما احطش الصبغه الاول؟ هتليس على الجدار، مش عارف اخش بالمنظار ابص. ام بالتالنت، بالتالنت المنظار قبل الصبغه، والا لو حقنت الصبغه ما تعرفش تعمل المنظار، لازم تستنى بقى لغايه ما الجدار يبقى نظيف قبل ما تعمل المنظار. فاهمين يا ولاد؟ يعني انت ممكن تشوف، شوف ازاي الشاعر قال لك سيستوسكوبي يروسروسكوبي، يعني اهو السنس موجود بره. فاهمني؟ كويس. يعني هنعمل سيستوسكوبي او يروسروسكوبي او ايه؟ نعمل سيستوجراف. ايه يا ولاد؟ كويس. الولد ده بيقول ممكن نعمل الترا ساوند، الولد ده بيقول لي نعمل الترا ساوند، هو محق. طب في ممكن نحط جيلي على الاندر سيرفيس اوف ذا فينس ونمشي بجهاز السونار ونشوف الاسترتش، وده وارد. او اي فيو ليه؟ اشوف الباك بريشر على الكيدني على اليوريتر. طب قول لهم انت لو لقيت ستريكشر في اليوريترا انا ناوي تعالجه ازاي؟ لغايه لغايه ما يبقى مره. انا شايف زمان بيقولوا كلام جميل،
قالوا نعمل دايلاتيشن وندبل التايم لغايه ما يبقى مره في السنه بيبقى يوم ايه يوم عيد ميلاده فاكرين. طب افرضوا ان الاستراكشر الاستراكشر ما بيعديش حاجه دخل يرثروتوم طاعه بعدين يبدا الدايلاتيشن. وفي دايليتورز عندهم بوجس رفيع كده يقولك عليها فيلي فورم او دم الاستيك بيوسعوا بيها الاستركتشر وبعدين يكملوا توسيع بالميتال دايليتورز بتاعتهم العاديه فاهمين على. طب افرض مفيش فايده بيعملوا حاجه اسمها استركتشروبلاستي. ايه استركتشروبلاستي دي؟ شبه ايه خدناه؟ بايلوروبلاستي. احكي لهم على البايلوروبلاستي. يعني نقطع بالطول ونخاب بالعرض. فانا ممكن اعمل ستريكشر بلاستي زي بايلورو بلاستي. طبعا وانت عمال تعمل الليفليشن دي كلها اول ستيب عشان العام بتاعك ما يتعبش ايه؟ تحوله مجرى البول. برافو عليك. ليه؟ عشان يجيب بول. لان ده مواطن ايه؟ مصري. من حقه ايه؟ قول لي حقوق المواطن المصري. ان ياكل، ان يشرب، ان يتبول، ان يتبرد. بس فانت كده هتلغي عليه حقوقه. فلازم ايه؟ سوبرا بيوكسوس توست عشان يتبول منها لغايه ايه؟ لغايه ايه يالا؟ لغايه ما نعالج المشكله في اليوريسترا. يعني يعمل يورينري دايفرجن. انا سالك سؤال يا اولاد، هو انت تعرف تكتب لي في الموضوع ده حبه لو جم؟ اقرا اقرا كده اقرا مره. يلا نعيما كل سنة وانتم طيبين يا اولاد. بكره يا اولاد في قعدة بكره قبل الصلاة الساعة 8:30 في قعدة جارات مكثفة. للي عايز. وبعد الصلاة الساعة 1 في قعدة اكس ريز مكثفة للي عايز. لا دي قاعدة في الاكس ريز. انا هرجع كله في الجدول. والله يا دكتور والله وحشني. انا ما بجيش بس بسمع والله العظيم بسمع. ولا بيسال ولا بيعمل ولا بيسمع ولا. والله يا دكتور بسمع كل الاخبار. لا يا دكتور هتوب يعني ليك عليك بالنتيجه. بلاش بلاش الحاجه وانا مش بالجو كيرني مش هتفكرني انت بزيت هيفتكر انت زيك. يعني نبدا يوم الثلاث. بقول لك يا حسام ابو البيت افتح حصص بعد كده اللي عايز يتفرج. دكتور ما تيجي تفطر معايا يا دكتور. ما تيجي تفطر معايا يا دكتور. الموضوع بتاع البرم ده حريق جامد فشخ. انا غباء بصراحه يعني. اسرع من الموبايل.